الخير والجمال على كل مشاهدينا في كل مكان في حلقة جديدة من إنبوكس على شاشة صدى البلد 2. النهاردة معانا حاجات كتيرة جدا فنية بامتياز ومتميزة جدا جدا. قبل ما نتكلم معاكم عن مواضيع فقراتنا أرحب الأول بأصدقائي وصحابي فاروق وعامر. ازيك يا مراد؟ ازيك يا فاروق؟ أخبارك إيه؟ عامل إيه؟ مية مية الحمد لله تمام. أخبارك أنت تمام؟ الحمد لله. ازيك يا عمورة؟ أنا الحمد لله كويس. يا عامر ازيك؟ ازيك يا نوران؟ بقالك كتير ما عملتهاش. الحركه بتاعتك دايما. ايوه يو 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 تمام الحمد لله. عاملين ايه الاخبار؟ كل سنه وانتم طيبين. وانت طيب؟ هقول لكم كمان شويه. كل سنه كمان شويه هقول لكم بس هقول لكم شويه. عندنا ايه بقى النهارده؟ عندنا النهارده بقى يا جماعه فنان مميز جدا بيعمل من الخرده شويه خرده عادي من الحاجات اللي احنا بنرميها دي بيعمل تحف فنيه. الله. يعني تلاقي مثلا حصان بشكل جميل جدا او برج ايفل او الكلام ده وتلاقيه معمول من شويه خرده. انت اساسا الخرده دي انت ما بتستخدمهاش، يمكن بترميها كمان في الباسكت بتاع الزباله والحاجات دي. فازاي ان هو قدر ان هو يجي له الفكره يحول الخرده دي لحاجه فنيه قويه؟ يعني حتى في تمثال عامله لنفرتيتي علشان يحيي الحضاره، وهو بيسبورت الحضاره، بيحب التاريخ والحاجات دي، وعامل حصان، عامل حصان، عامل صقر. ده انا هساله في الفقره بتاعتي عشان الصقر ده مجنني بصراحه والله. طبعا هيكون معانا فنان جامد جدا حسام حسين في الفقره الاخيره ان شاء الله. حلوه جدا الفقره دي على فكره. انت عندنا ايه كمان؟ عندنا كمان عيش صح. ما نخليش في النوران بقى، ما نخليش في النوران حاجه النهارده. طب ليه كده؟ انا قدمت لكم تقديمه حلوه ورحبت بيكم يعني. سلمت على فاروق. عندنا يا جماعه النهارده زي ما عامل قال من شويه على اليمين، قاعد على اليمين شويه ان النهارده يا جماعه يعني كل سنه طيبين. فهو ما قالش بمناسبه ايه. المفروض النهارده يعني الاحتفال باليوم العالمي للصداقه، ده اللي المفروض اقرته الامم المتحده سنه 2011 وبالاخص في 30 من يوليو، ان النهارده اليوم العالمي للصداقه وللاصحاب بقى. اي حد بقى عنده موقف جدع مع صاحبه، اي حد عنده موقف مش جدع وموقف الا شويتين مع صاحبه برضه يقول لنا ويكلمنا في فقره تانية ان شاء الله. وبرضه لو واحده صاحبتك جدعه كلمينا، ولو واحده صاحبتك مش جدعه قول لنا ليه مش جدعه برضه كلمينا وقول لنا. دي هتكون ان شاء الله من خلال الفقره الثانيه اللي معانا. انما دلوقتي معانا ايه بقى؟ احنا معانا بقى النهارده او دلوقتي يعني معانا حاجه لطيفه جدا. أوي. يمكن انا لسه ما اتكلمتش. ما انا هبقى اقول بقى انا بساعدك قوي. هو جاهز معاكي يا لطيف جدا وجميله جدا. عايزين نتكلم. الله. انا لا تصدق فعلا فقره حلوه والله. والله عجبتني. انا كنت اساسا يعني انا الفقره دي منتظره جدا والله. لا حلو. قول يا نوران. هتكلم ولا هتعملوا كده تاني؟ اصل النهارده يوم الشباب ومش قادرين برضو نخليه يبقى يوم عادي كده. لا والله لا. قول خلاص بقى. قول يلا. طيب يعني كتر خيركم والله يا شباب. تعرفي بس. طيب يعني اقول هنسى والله انا هقول ايه. لا احنا معانا كل بقالي فتره بشوف انه في شباب كتيره قوي فنانين يمكن بيحولوا الحاجات البسيطه اللي عندهم لقطعه فنيه ممكن تكون انا يتهيألي ان انا خلاص هرميها او مش هستخدمها تاني، لكن لا ممكن اعيد استخدامها تاني بعد ما اجملها واخلي شكلها حلو قوي. ده بيظهر اكتر في الادوات او الحاجات اللي احنا بنستخدمها زي مثلا الشنط، الجزم، ممكن ساعات الهدوم، الجينز، البنطلونات، الجواكت، بيبقى في رسم، في ناس بترسم على الشنط على الجزم، منها انه انا مرميش الحاجات اللي عندي استفيد بيها. واستفيد بيها وفي نفس الوقت ابين فني واعمل مشروع بشكل مختلف. بشكل مختلف. بيعجبني الموضوع قوي بقى ان الناس دلوقتي بتحب تعمل الحاجات البسيطه بنفسها. صح. انت واخد بالك؟ يعني يمكن الموضوع في الاول بيبدا بهوايه، وبعد الهوايه بيعجبه الموضوع ويلاقي الناس عجبهم الحاجات وعايزين زيها. فبيبدا ان الموضوع يبقى يقلب لبزنس لمشروع. وكمان عجبني فكره ان هم الالوان، طبعا الفتره دي الالوان المترقعه هي اللي سايده في الموضه. الموضه. فتلاقي واحد جايب تيشرت عادي لسه جديد بس هو عايز فيه حركه، تلاقيه جايب الالوان وعامل ورسم على تيشرت مثلا ابيض، تيشرت ابيض، اي تيشرت ممكن يرسم على الوان بالوان تليق معاه، تديله شكل مختلف ويبقى هو معاه قطع مميزه مش اي حد لابس زيها. هو ده عامر بيحصل يعني في اغلبيه الاوقات. ممكن للقطع الجديده. انما برضو الاحلى والاجمل لما يكون عندك بقى ايه تيشرت مثلا انت قديم عندك بقاله فتره. فانت ممكن بقى تستغله بشكل مختلف، تعمل مش عارف ايه فيه، حركه شكلها عامل ازاي. حتى لو الناس بتحب اللي هي الحاجات الستايل اللي هي ممكن اللي فيها تقطيع شويه برضو نفس الكلام، ممكن الناس تعجبها وناس لا. كلها ابتكارات وافكار جديده ومختلفه. البنطلونات نفس الكلام برضو، تعمل مش عارف عليه ايه، واللي يفكر يعمل نقط فيه بشكل معين ازاي،
واللي يرسم على التيشيرت بتاعه واللي يعمل قميصه مش عارف حركه وفيها رسمه وفيها خطوط، كلها ابتكارات وكلها حاجات مختلفه بتبين قد ايه احنا فنانين. كل لا كل ايوه فنانين. كل واحد عبق التاريخ. عبق التاريخ. عبق التاريخ. كل واحد بيبقى امسكوها لي بقى. كل واحد فينا بيبقى ليه فعلا التاتش بتاعه هو بيحبه. صح. ممكن الناس ما تحبوش بس انا حابب ده فانا بعمله علشان انا ابقى مبسوط، وفي ناس اكيد حواليا بيعجبهم الحاجات دي شكلها حلو. عشان كده معانا تقرير دلوقتي مع ياسمين النبوي بتتكلم بقى عن كل التفاصيل، ازاي بترسم على الشنط، ازاي بترسم على الشوزات، ازاي بتعمل الالوان، ازاي بتعمل الحاجات الحلوه، الماتيريال اللي بتستخدمها، كل حاجه مع ياسمين النبوي. تعالوا نشوف التقرير ونرجع تاني. بدايتي مع العمل اليدوي بدأت من 2018، وبدأت في الأول بحاجات بسيطة عندي، أجرب أنا أرسم في الأول على الجزم عندي، على الشنط، بحيث مثلا حاجة طلعت كويسة أخد رأي الناس حواليا. وبعدين الحمد لله لما الحاجة اتشافت بدأت أن أنا أخد أوردرز بقى، اللي هو الله دي حاجة حلوة، طب ممكن تعمل لنا الرسمة دي، ممكن تعمل لنا ده، فبس الموضوع بدأ من هنا الحمد لله. أنا يعني خرجت واشتغلت في مجالي، وبعد كده بعد الدورة كان بيكون عندي شوية وقت فراغ كده، فبدأت أتعلم الكروشيه، وبدأت أستخدمه في أن أنا أشتغل بيه في بخيط الكليم، وأعمل بشونات ومثلا حاجات بالخيوط العادية، ونعمل شونات ونستخدم الكروشيه في مجالات مختلفة. بالنسبة للمنتجات يعني طبعا في الأول الشغل بتاعنا معتمد أن احنا بنطلع البرودكت كله جاهز من عندنا. لو الكاستمر بقى بيبقى مثلا عنده حاجة يعني اتبهدلت حبة شوية، عايز يغير من شكلها، زهق منها، سواء طبعا جزمة أو شنطة تي شيرت أي حاجة قماش عامة تمتص اللون، بناخدها من الكاستمرز وبنسألهم مثلا عايزين يعملوا عليها ديزاين ايه، بنظبط لهم الديزاين بس على مقاس الحاجة اللي قدامنا، وبعدين بنعمل لهم كل اللي نفسهم فيه. يعني الديتيلز في التصميم هي اللي يعني بتفرق معانا في كمية الألوان المستخدمة، الجهد اللي بنحطه في الجزمة، الوقت برضو، عدد الأيام، يعني ياما بتخلص مفيش حاجة خالص تخلص في يوم، تاخد كذا يوم، فبس هو ده طبعا اللي بيحدد معانا السعر. هي الناس طبعا بتبعت على الجروب مسج بالأشكال اللي هم عاوزينها والمقاسات وكده، وبنتفق معهم على كل حاجة. وبيبقى في شركة شحن بتيجي تستلم مننا الحاجة وتوصلها لهم لحد البيت. واحنا طبعا بالاول حاجة عملنا جروب على الفيسبوك عشان احنا لما نعمل برودكت نقدر نسوقه عليه، دي كانت اول حاجة بدأناها. بس وكل واحد يعني مثلا ياسمين بتعمل حاجات مختلفه عن اللي انا بعملها، وانا بعمل كروشيه وهي بتعمل الرسم، واحنا الاثنين نزلنا البرودكت بتاعتنا على الجروب. وبعد كده بعد ما الجروب بدا يكبر شويه عملنا بيج كمان، وبدانا نكبر الموضوع شويه بشويه لحد ما احنا وصلنا دلوقتي. بدانا ان شاء الله بحاجه زي الفاسل جينز بالنسبه للبنات يعني، فمعانا اوردر لحاجه زي كده ان شاء الله ينزل قريب، وهنبدا برضو بالجاكيتس الجينز كلها. عامة الحاجات الدانمز يعني الرسم بيبقى عليها كويس، وبعدين ان شاء الله لما الموضوع يتطور ممكن نبدأ بتي شيرتس، نجرب برضو في الحاجات دي. فالحاجة بتاعتنا كلها بتتغسل غسيل يدوي وبتنشف قدام مروحة عادية خالص، في خلال ساعتين ثلاثة بتكون ناشفة. بعد 5 سنين ان شاء الله بنحلم يعني ان احنا يكون عندنا فرع باسم كوكونات بوتيك، ونكون بنعرض فيه جزم وشنط، وان شاء الله نبقى بنرسم على بنطلونات وفيستات وجواكت وكل حاجه، واي حاجه الكاستمر يكون محتاجها ان احنا نقدر نوفرها له. انا مهتميه اكتر حاجه بان الشغل بتاعنا ينتشر في كل حته، بحيث ان لما حد يشوف يقول ايه ده، الله دي حلوه، جبتها من فين، كوكونات بوتيك، طب التعامل بتاعهم عامل ازاي، التوصيل بيبقى في الوقت ولا لا. يعني بمعنى صح انا ببني ثقه في الاول مع العميل اللي بيجي يطلب مننا الحاجه، وخصوصا ان انا عندي فرايتي من البرودكتس عامه، يعني مش انا لوحدي اللي شغاله، جهد جماعي، فعايزه كل الكاستمرز تبقى واثقه لما تيجي تطلب مننا ايا كان البرودكت ان هو هيطلع حلو، والتعامل محترم، التوصيل كويس، وكل حاجه. فده الى حد ما اللي انا يعني بحاول اهتم بيه دلوقتي. انا يا جماعه عايز المينيونز. لا لا والله بجد يا ياسمين، يعني بجد برافو عليكي جدا جدا، قد ايه بتبتكري حاجات مختلفة وحاجات احنا اصلا بنحبها ككبار، واكيد طبعا الصغيرين هيموتوا فيها، واكيد طبعا كمان البنات يعني بالنسبة لهم الحاجات دي يعني بتجننهم طبعا، يعني طبعا الاشكال الكرتونية بقى اللي احنا كلها بنحبها والكلام ده كله، وهتلاقيهم كلهم بيرسموا باربي بقى والحاجات اللي هي خلي بالكم دايما اغلبية الحاجات دي دايما بتطبع، يعني الاغلبية دايما بيجيب صورة ويطبعها على التي شيرت او على الشوز، على مثلا على الحذاء او الشوز يعني، او على الشنطة،
فتبقى اسهل شويه. انما اللي بتعمله ياسمين او ياسمينة انا شايف ده قمه الصعوبه. لا اصل هي بتعرف ترسم كويس، هي عندها الموهبه. يعني انا لو كنت بعرف ارسم مثلا لا كنت هقعد اعمل حاجات كتير قوي على هدوم ساده، شنط، جزم زي ياسمينة كده. على فكره الرسم سهل، تقدري تعلمي نفسك بجد؟ بجد والله. لا يعني عشان يطلع مظبوط ممكن اروح لحد زي ياسمين كده، ممكن هو اللي يعمل لي الرسم ده. بس فكره ان انا استخدم حاجات قديمه واعيد استخدامها تاني بشكل مختلف، دي بصراحه قمه الفن والموهبه. وممكن من الحاجات دي زي ما طلع مع ياسمينة كده انه بقى مشروع بالنسبه لها يدخل لها دخل كويس جدا، والشباب يقدر يشتغل من البيت، يعني مش محتاج ان هي اكتر من ان هي تعمل الموهبه اللي عندها وتجيب حاجات قديمه وتعيد استخدامها. انا بالنسبه لي عندي حاجات كتيره قوي الاول كنت ما بستخدمهاش، دلوقتي لا بقيت استخدمها. ممكن جينز مثلا ادم شويه اقصه شويه واعمله شورت مثلا، جاكيت جينز حاسه ان انا ما بقيتش البسه او زهقت منه ممكن اجيب شريط ملون واقوم ملزقاه عليه او مخيطاه عليه ويبقى شكله جديد. في هاكس كتيره بتبقى على الانترنت بتعلمك ازاي تقدر تستخدم كل الحاجات دي بنفسك انت، مش محتاج حد يساعدك. بالظبط. انا شايف ان الهاكس دي الحاجات اللي هي بتبقى على الانترنت يا جماعه، انا شايف الناس كتير جدا بتتجه للموضوع دلوقتي، الموضوع اللي هو بتاع ان هم يرسموا على حاجتهم والكلام ده، بيحسوا ان هو لبسهم وليكن تيشرت انا بحبه بس حسيت ان هو متهالك شويه، بدا يقدم شويه، غيرت فيه، رسمت عليه بنطلون نفس الموضوع، شوز، كل الحاجات دي بينفع ان احنا نلعب فيها نغير من شكلها، بدل ما ارميها وتبقى اترمت لا انا ممكن ان انا استخدمها تاني ويبقى شكلها احلى ويمكن تبقى اجمد من الحاجات الجديده اللي انا ممكن اشتريها. بس معانا دلوقتي يا جماعه حاجه يعني فقره مهمه جدا بعنوان بعنوان احنا طيب بعنوان كنت عايز اقول بعنوان ايه؟ بعنوان ايه؟ الصحاب يلا مش لا هو لا هو ممكن يتقال مفيش صاحب بيتصاحب، ولا يعني دي ممكن تبقى الطف شويه، ولا في صاحب بيتصاحب؟ لا مفيش صاحب بيتصاحب والصحاب يلا مش جدعان يعني برضه انت برضه وصلنا على الانترنت. ايوه مالكوش دعوه ثروه عادي، اليوم العالمي للصداقه الحلوه، انه احنا نحتفل مع بعض، كل واحد يقول لصاحبه او لصاحبته كل سنه وانت طيبه، كل سنه وانت طيب، ويا ريت تتصلوا بينا وتقولوا لنا ايه المواقف الجدعه اللي قابلتوها من صحابكم وايه المواقف الوحشه برضو اللي قابلتوها. احنا اكيد واحنا عايشين بنشوف انت عايز ايه. على فكره طيب طول احنا عايشين بنقابل ناس كويسه وبنقابل ناس وحشه. أيوة اكيد يعني كده، بس ما ينفعش نقول ما فيش صاحب بيتصاحب طول الوقت. لا 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 بس هو دخل بإفيه يعني، هو عايز يعمل حركه تافهه يعني. انا بتكلم علشان هو الاغاني دي اللي فعلا منتشره الفتره اللي فاتت دي، الاغاني اللي منتشره كلها عايم في بحر الغدر الصحاب يلا يعني بس بقى يعني انت عايش جوه مهرجانات انت في ايه؟ مش ممكن. ايوه هي الحاجات دي اللي منتشره الفتره دي. بص يا جماعه ومع ذلك بما اننا بنتكلم عن الصداقه واليوم العالمي للصداقه، هو حالك النهارده ما هيكل لي حد. انا قطعت اصحابي قبل ما ادخل. لا انت بتيجي تشوف اسماء تقول لي عن الصداقه. يلا بينا يا اسماء. سمسمه ازيك؟ ازيك عامله ايه؟ انا كويسه، انت اخبارك ايه؟ كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه يا حبيبتي، كل سنه وانت طيبين، البرنامج كله طيب ان شاء الله. قولي لي بقى يعني عيطتي على اصحابك النهارده اليوم العالمي للصداقه؟ اليوم العالمي فعلا للصداقه. بصراحه انا لسه ما عيطتش على حد لحد دلوقتي، ما حدش عايد عليا. عايزين اتفاجئتي النهارده. عايزين ناخد الموضوع من جانب تاني يا اسماء. انت شايفه ان انت عايزين ناخد الموضوع من حته تانيه، انت عندك اصحاب جدعان؟ اكيد طبعا جدعان قوي قوي. طب ايه اكتر المواقف اللي بتعجبك منهم؟ اني وقت ما اكون محتاج لهم الاقيهم فعلا سمعت التليفون بيسالوا عليا، وقت ما اكون تعبانه بيجي يطمنوا عليا. موقف جدع يعني معنا الصحاب من ايام اولى ابتدائي. يعني انت محظوظه باصحابك؟ اكيد طبعا الحمد لله ونعمه. طب انا هسالك سؤال تجاوبي بصراحه، انت كنت عارفه ان النهارده اليوم العالمي للصداقه ولا اتفاجئتي؟ ابدا ابدا، انا لسه انت عاملينها لي اتفاجئناكي. انا ما كنتش اعرف اصلا. اتفاجئناكي. والله ما كنت اعرف، انا لسه بجيب البرنامج لقيتكم بتقولوا كل سنه طيبين النهارده اليوم العالمي للصداقه. احنا خلي بقى اصحابك يكلمونا بالظبط، وسلمي على كل اصحابك وقولي لهم كل سنه وانتم طيبين والنهارده يوم الصداقه العالمي، لازم كلنا نحتفل باليوم ده. هنعملها لهم مفاجاه وهخليهم يتفرجوا على البرنامج دلوقتي بس عشان يرنوا عليا. يلا بينا بقى. نورتينا جدا يا اسماء، شكرا جدا ليك يا اسماء. طيب يعني هو في ناس جدعان واصحاب صحابهم. بصوا يا جماعه الصحاب انواع. ماشي، في صحاب اللي هما بنصاحبهم من واحنا صغيرين خالص، اللي هما العشره، اللي هو العشره اللي احنا اتربينا مع بعض من واحنا صغيرين. وفيهم اللي بيقع في السكه ده اللي هو انت عارف ان هو ده خلاص ما بقاش صاحبك عشان بيحصل مواقف وحاجات بيبين لك ان ده مش صاحب جدع. وفي اللي بيبقوا مكملين معاك، دول اللي بالنسبه لي انا هما دول الصحاب الجدعين. وفي نوع تاني اللي هو انت بتكسبه مثلا ممكن من سنه سنتين ثلاثه، اتعرفت عليه قريب
والمواقف هي اللي بينت لك ان هو قد ايه هو جدع. انت واخد بالك؟ هل هو حد كير عليك؟ هل هو اتحطيت في موقف فلقيته واقف جنبك في الفرح بقى وفي الحزن؟ عشان في ناس ما بتظهرش غير في الفرح بس، وفي ناس بتظهر في الحزن والفرح الاثنين مع بعض. الصاحب الجدع اللي بيظهر في الحالتين، في المواقف، مش لما مش لما تبقى انت مبسوط وفرح يبقى واقف وبيهزر معاك وزي الفل وجميل، ولما تبقى في حاجه مثلا نوعك صحيه تعب اي حاجه تلاقيه اختفى. انت عارف يا عامر انا بقول ايه؟ انه دايما مش لازم اقيس الصداقه بالعمر او بالسنين، يعني ممكن تبقى معايا واحده صاحبتي او صديق ليا من وانا صغيره بس ما يبقاش جدع، وفي كده يعني في ناس جدع بس ممكن كدا. ما يبقاش فيه جدع زي ما اعرف حد من سنه او سنتين، ولما يبقى عندي مشكله او وقت الشدة ألاقيه فعلا وقف جنبي وفي ظهري. فهي ما بتتقاسش أبدا بعدد السنين على قد ما بتتقاس بالشخص ده معدنه من جوه عامل إزاي، هو إنسان أصيل وصاحب صاحبه ولا لا. هي المواقف الحزينة أو مواقف الفرح دايما بتبين لك معادن الناس بشكل أخص يعني. صح، طيب. والأزمات كمان بالظبط كده. كان من يومين فاتوا كده كان ظهرت صورة على السوشيال ميديا لشاب كان موجود في المستشفى اسمه أحمد. الشاب ده يعني ربنا يقومه بألف سلامة، كان عمل حادثة بس الصورة لفتت انتباه كل الناس إن هو قاعد في المستشفى وحواليه أصحابه زي ما أنتوا شايفين كده. يعني واحد صاحبه على إيده الشمال تعبان خالص ورايح في النوم من قمة التعب، واثنين أصحاب نايمين على الكنبة عشان خاطر صاحبهم يعني اللي تعبان على السرير ده وهم مش قادرين كمان، فالحد ما هم التلاتة ناموا وكمان المريض وهو اصلا يعني نايم وتعبان كمان، اللي بيصورهم في الصوره اكيد برضو زيهم وتعبان. هنا بقى الموقف نفسه اللي شد الناس ان في اصحاب واقفين جنب صاحبهم في عز ازمته وهم كمان تعبانين بس معاه مش سايبينه. ودي الحاجه اللي احنا بنقول يا جماعه عليها دلوقتي، يعني يا ريت يبقى في اصحاب بالشكل ده وجدعان بالطريقه دي. وهي دي نوعيه الاصحاب اللي احنا عايزينها على فكره. يعني هي دي نوعيه الاصحاب اللي احنا محتاجينها الفتره الحاليه، مش نوعيه الاصحاب بتوع المصالح، مش نوعية الاصحاب بتاع الحاجة واجري مش فاكش تاني، مش اصحاب مختلفين اللي احنا يعني نعرفهم بتوع زمان اللي هي الـ الحاجات اللي هي ملهاش معاني يعني دلوقتي اللي مش عايز اتكلم عليها بشكل مفصل. طيب احنا دلوقتي معانا بقى صاحب احمد اللي هو المريض يعني اللي موجود معاه في المستشفى، وهو عمر عبد الناصر يحكي لنا بقى القصة دي، وكمان هم اصحاب بقالهم قد ايه. يا عمر اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بيكم. ازيك يا عمر، اخبارك ايه؟ بخير، كله تمام. انا في البدايه بعتذر بس ان مثلا انا احمد هو كان تعبان فكان هو اللي يقوم دلوقتي بالمداخله، فما قدرش ان هو يتكلم لانه الادويه والسكنات بتنيمه شويه. مبدئيا يا عمر الف سلامه على احمد وربنا يقومه بالف سلامه يا رب. تاني حاجه يعني احنا بنحييكم بجد على صوره زي دي ومشاعر الصادقه انه انتوا قاعدين جنب صاحبكم في المستشفى نايمين جنبه قاعدين جنبه، والصوره دي يمكن هي لفتت نظر ناس كتيره جدا في السوشيال ميديا انه عشان يمكن الصداقه دلوقتي بقى شيء قليل قوي ان حد يحافظ عليه او يعرف قيمته. ممكن تحكي لنا بقى شويه انتوا عملتوا ايه وقاعدين ازاي مع احمد وايه اللي حصل؟ طيب احكي لنا الكواليس. يعني كده هو ممكن ما تبقاش الصداقه هي حاجه قليله الواحد، لان اكبر واجب عن الصداقه ان الواحد يقف جنب صاحبه، فدي مش حاجه قليله. ممكن احنا ممكن تبقى في وقت الاوقات بيبقى اختيارنا غلط، بس يعني احنا ممكن نبقى محظوظين ان احنا قدرنا ان احنا نوثق ده، او كنا من سعداء الحظ ان الموضوع انتشر بالشكل ده. الصداقه معاني كبيره قوي ممكن الناس ما عرفتش توثقها. هو اللي حصل في ان احمد كان يوم الثلاث كنا كالعادي يعني احنا بنسهر مع بعض نلعب بلاي ستيشن، فبعد ما خلصنا يومنا هو مروح فعمل حادثه في طريق بيته من المسافه اللي كنا قاعدين فيها اللي هو مروح بيته. كنا لسه سايبين بعض فلقيته بيكلمني انا عملت حادثه على محور المشير طنطاوي تجمع، فوصلت له لقيت طبعا كان حالته لسه مخرجين من العربيه، عنده كسر في الفخذ وكسر تحت الكتف وكان فتح كبير قوي في راسه. ملهاش فيه ان شاء الله. فالاسعاف جت نقلته والحمد لله، يعني عمل عمليه قبل، يعني الصوره دي كانت الصوره اللي قبل يوم العمليه على طول. هو جرت العاده طبعا ان احنا كاصحاب بنبقى دايما مع بعض في الحلوه وفي الوحشه، حلوه والموره زي ما بيقولوا كده. عمر بالظبط بالظبط. عمر انتوا اصحاب بقالكم قد ايه؟ احنا اصحاب جامعه بقالنا 6 سنين اعرفه من 7 سنين. يعني مش من 20 سنه ومن 15 سنه والكلام ده؟ لا 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 طبعا. العمر ملوش دعوه بالصداقه، هي المواقف هي اللي بتثبت صاحبك ده هو اللي قريب منك ولا لا.
بالظبط. طيب عايزين اولا نشكركم على الصوره الجميله اللي انتم عاملينها والرساله اللي انتم اكيد وصلتوها لشباب كتير جدا. الشكر للناس كلها اللي دعت لاحمد. ربنا يشفيه يا رب. ان حجم الناس ده كلها الاستفاده اللي احنا استفدناها ان حجم الناس دي كلها دعت لاحمد بالشفاء، فربنا يجعله في ميزان حسناتهم ويقوموا بالسلامه. انا كنت عايز اسالك بس يا عمر قبل ما نقفل برضو، هل انت كنت متوقع ان الصوره تنتشر الانتشار ده على السوشيال ميديا؟ ورد فعل احمد كان ايه لما شاف الانتشار والحاجات دي؟ لا خالص، بص هو احنا كنا قاعدين في اليوم ده، فانا احنا المفروض بنناوب عليه يعني حد بيبقى صاحي عشان لو احتاج حاجه. فكان زمايلي الاثنين الموجودين في الصوره هو محمد مبارك واحمد محسن كانوا نايمين مع احمد، فانا كنت لسه صاحي، حطيت الموبايل فوق الشاشه بتاعت الخاصه بالاوضه، قلت ان هو يصور كده تايم لابس كل وقت. فخدت الصوره ونزلتها، طبعا ما كنتش متوقع خالص ان ياخد الحجم بالظبط اللي حصل من الصوره ده كله، يعني كنت متوقع ان هو على مستوى دايرتنا القليله جدا الناس تقدر تشوفها. فطبعا الموضوع غير متوقع خالص يعني. يا عمر يعني تحياتنا ليك انت واصحابك كلهم، وكمان يعني بلغ لاحمد وقول له الف سلامه عليك، وان شاء الله يقوم بالسلامه ويكلمنا باذن الله. ان شاء الله لما يقوم كده بالسلامه. ان شاء الله يا عمر. مرسي جدا، متشكر ليك ومتشكر لكل الشباب. نورتنا يا عمر، شكرا جدا ليك. موقف بالصدفه راح في حته ثانيه خالص، يعني ناس بيتصوروا مع صاحبهم التعبان علشان خاطر يعني يشدوا شويه من ازله ويقوم بالسلامه، يعني يشجعوا ادعوا له ادعوا له الكلام ده. راحت في سكه ثانيه خالص، والناس خدت الصوره دي حطتها في حته الصداقه وحته الصحوبيه والجدعنه والكلام ده كله. ده نموذج. عارف ليه يا فاروق؟ عشان الصوره زي دي لما تنتشر يمكن لو كان من زمان قوي عادي هتعدي على اي حد لانه ده الطبيعي. لكن دلوقتي انتشرت عشان الناس مفهوم الصداقه الحقيقي ما بقتش الناس بتستوعبه قوي ولا فاهماه قوي. الاصحاب اللي هو ايه، احنا ننزل ونتبسط مع بعض وكل واحد ليه مصلحه مع التاني. لما انت تبقى عيان او تسيب شغلك او يحصل لك ازمه في حياتك محدش يسال عليك، محدش يفكر يرفع سماعه التليفون ويقول لك إيه انت عامل ايه، طب نساعدك، طب نعمل لك. كانت في مره اعلان انا شفته، فكره ان واحد عنده انترفيو، هم كلهم قدموا في شركه، الوحيد اللي اتقبل واحد صاحبهم، هم كانوا خمسه، هم عملوا ايه عشان يحسسوهم ان هم واحد؟ لبسوا بدل زيه وراحوا له البيت وخدوه وراحوا معاه اول يوم شغل. فهي الفكره في ان الصحاب مش ابدا بالعمر ولا بالسنين، لا طبعا. الصحاب بالمواقف والازمات. طب انا عايز اعرف حاجه بقى، مين اجدع صحابك اللي قابلتهم في حياتك؟ طبعا مش هتعرف تقولهم كلهم، ففي ناس ممكن يعني الناس اللي انت مش هتقولهم اكيد مش هيتضايقوا، بس مين اقرب للناس ليك اللي انت من زمان واللي انت كسبتهم في حياتك قريب؟ انا عندي، بص انا عندي اصحاب كتير جدا وعندي معارف كتير جدا جدا جدا، بس يمكن الناس قريبه مني قوي قليلين قوي مش كتير. انا مش من النوع اللي بفتح دايما الحياه يعني لكل الناس، بس ممكن احنا اصحاب يعني. ممكن عندي اصحاب، ممكن عندي معارف، ومفيش من بيني وبينهم مشاكل على فكره، في كل الاحترام والود والدنيا لطيفه جدا، وانا موجود في اي وقت. مين اقربهم ليك؟ انا عندي اقربهم ليا، عندي اثنين. مين؟ عندي عندي اربعه، لا عندي في اربعه، مش عايز اقول الاسماء عشان محدش يزعل. لا ما لا ما دول اقرب اللي هم اقرب الاقربين. هو عندي واحد قريب جدا ليا وهو اكيد عارف نفسه يعني. ايوه ما تقول الاسم يا عم. لا هو حبيبي جدا وهم كلهم اصحابي، مش عايز ازعل حد. انت مين اقرب الناس ليك يا نوران؟ انا من زمان طبعا اصحابي بتوع المدرسه قريبين مني جدا، بس اصحابي بتوع الجامعه دلوقتي هم اللي ممكن بقابلهم وبشوفهم ونخرج مع بعض كتير. والله وانا ماشيه، طول ما انا ماشيه بقابل ناس اللي هو لا ممكن اكون عارفاها بس من سنه، بس تبقى جدعه جدا جدا حلو. جدا معايا. يمكن كان في موقف واحده صاحبتي حصلت لي يعني تعبت شويه وغبت شويه ان انا ما سالتش عليها، بس للاسف الموقف كان مضاد جدا. كانت من اقرب الناس ليا، ولا اكتشفت ان هي مش ولا وقفت جنبي ولا فكرت تسال عليا. بيعلم قوي الموضوع. بيعلم جدا جدا جدا، مع ان احنا كنا تقريبا اخوات. لكن الصحاب انا بالنسبه لي الدايره بتاعتي برضو قليله شويه، ما بثقش في كل الناس، لازم يكون ناس كلوز جدا 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 ليا، وطبعا اخواتي وقرايبي هم دول اكتر ناس ان انا اقدر ابقى قريبه منهم جدا. عامر بقى، مش هقول لك اسماء برضه. تمام براحتك. انا بالنسبه لي اصحابي اللي هم من وانا صغير دول اللي احنا اتربينا مع بعض، موجودين لسه زي ما انتوا موجودين. طبعا اتفلتروا بقى هم يعني كام حد، يعني مثلا محمد الدريني مثلا ده صاحبي، هو عايش في اسكندريه دلوقتي. سلام صاحبي حبيبي سلام لمحمد الدريني. معتز محي الدين
طبعا معتز بيه دلوقتي. تمام. ماشي بقى خلاص هو في حياته وكل حاجه. طبعا. يمكن ما بنتقابلش كتير. سلم عليهم بس معها. صحاب ما هم خلاص هم اكيد لو هم متابعين اكيد بيبقوا شايفين. في ناس كسبتهم في الحياه ده طبيعي. في ابراهيم الصايم طبعا متربيين مع بعض. في علاء الحامض. علاء الحامض ده احنا اصحاب. اصحاب ده من زمان. من لا مش من زمان قوي، يمكن اتعرفنا على بعض من 3 سنين ولا حاجه في الجيم، وما كانش في علاقه كتير مع بعض، بس فجاه لقيته اتحطيت في موقف يعني جدع جدا. يا عامر انت عندك واقف في ظهري جدا وعايز يساعدني يعني عندك صحاب كتير قوي تقدر تثق فيهم، ولا انت عندك واحد او اثنين بس اللي تقدر تثق فيهم جدا؟ لا ما عنديش صحاب كتير، وما بثقش في اي حد اصلا. يعني مش اي حد بثق فيه بسهوله خالص. معلش معانا منال على التليفون. يا منال. الو منال. منال ازيك؟ تمام الحمد لله، انت اخبارك ايه؟ كله زي الفل الحمد لله. الحمد لله. احكي لنا بقى منال. اتفضلي. انا بشوف ان احنا بالاصدقاء بنعدي باي حاجه بطريقه اسهل. بيساعدونا بالذات لما يبقى البني ادم واصحاب كويسين، بحس ان هم بيخلوا الاوقات الصعبه اسهل بكتير. اكيد صح. في صداقه بالنسبه لي. طب انت عندك اصحاب دلوقتي من وانت صغيره ولا اكتسبتيهم قريب؟ لا عندي ده وعندي ده، وواحدة من الناس المحظوظين يعني لعبتهم زمان، ناس بعدي معاهم السدة زي ما بيقولوا، واللي قابلتهم في البيت برضو كنت لاقي ان انا اقابل ناس كويسة، وحاسة ان انا في حاجات في حياتي كتيرة كانت يعني عدت عليا صعبة ما عديت يعني ما بقتش سهلة غير بالاصدقاء. منال يعني ممكن اعرف منك مفهوم الصداقة، انت شايفاه ازاي او فاهماه ازاي؟ كلمة صديق حد ماشي معاكي في الطريق بتاعك، بتضحكوا مع بعض، بتعيطوا مع بعض، بتزعلوا مع بعض، شيء جميل بحسه حاجة حلوة ان البني ادم يبقى محظوظ ومعه اصدقاء حلوين يمشوا معاه طريق. طيب حصل معاكي موقف ان انت كان في حد من اقرب الاصدقاء ليكي اللي انت كنت بتثقي فيه جدا وبتحبيه جدا والكلام ده، وفجأة طلع مش صديق ولا جدع وندل وعمل معاكي حاجه مش كويسه؟ لا لا مش من اصدقائي، يعني في ناس عملت كده كتير بس مش اصدقاء. مش اصدقاء معارف. ما كانوش هيتسموا اصدقاء، احنا قلنا الاصدقاء هو الشخص اللي ماشي معاك طريقه في الحلو والمر. فلو هو ستاندرد يبقى ما كانش صديق من الاول، بس انا لا يعني ممكن يكون حصل مش من اصدقاء. بس من اصدقاء لا. شكراً جدا ليك، نورتينا جدا يا منال. طيب احنا معانا تليفون كمان من شاكر. يا شاكر ازيك؟ اهلا وسهلا، ازيك اخبارك ايه؟ الحمد لله كل سنه وانت طيب. وانت طيب يا شاكر، كل اخبارك ايه؟ تمام. قول لنا بقى انت النهارده ليك العلامه الصداقه. والله انا ليا اصحاب كتير جدا 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 يعني، بس انا عندي 2 بس مقربين. يعني الاثنين دول لو انا عندي ايه ممكن في ثانيه يبقى جنبي. ايوه. وانا كمان نفس الموضوع، يمكن الاثنين دول منهم هم يعني الصحاب واحد، والاثنين دول هم 3 اخوات بس هم 3 اكلهم واحد. حلو ده يعني. هم 3 شغالين في مجال معين كرجال اعمال، بس 3 دول واحد. يعني فاهم قصدي؟ بتربي معاهم اصحابك من زمان ولا من قريب؟ لا اصحابي من 20 سنه. من 20 سنه. جدعان يعني. 20 سنه. جدعان ايه؟ بقول لك ما فيش، اكني بكلم نفسي. الاسكندريه جدعان برضه يا شاكر. لا على فكره الاثنين صحابي دول واحد من ناس من القاهره والتانيين من المنيا. بجد والله؟ عادي يعني. كويس والله. لا 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 وليه اصحاب في اسوان، وليه اصحاب في مالهاش دعوه كل بالبلد. حتة في مصر بالبلد يعني. مالهاش دعوه لا بالبلد. على فكره الصداقه لما بتكون صداقه قويه انسى 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 يعني ما تفكرش. فالواحد فعلا الحمد لله ان هو عنده صحاب، يعني من احسن الحاجات اللي انا بتمتع بيها في حياتي الحمد لله. انا عندي صحاب. طب شاكر خليني اسالك بقى. لا شاكر انا كلمه مره ثانيه يا شاكر. طيب نعمه الصحاب. الصداقه نعمه من عند ربنا. وفعلا البني ادم يكون محظوظ جدا جدا لما يكون عنده ناس يعني من اصحابه جدعان، ناس رجاله، عنده ناس فعلا بتشيله في وقت الازمات، ناس مش بتتخلى عنه في اغلبيه الاوقات، ناس بتعرف امتى تبقى موجوده، امتى تسد، امتى تقف معاك بشكل ايجابي. صح. اغلبيه الصحاب بتوع اليمين دول كده اللي هي الحاجات اللي هي القشره دي انا ما بحبهاش، اللي هي تحس ايه الكلام اكتر من الافعال. بس خلي بالك ده بقى المطلق يعني بنسبه كبيره جدا. انت فاهم؟
هو ده اللي بقى موجود علشان الناس كلها اولا الحياه بقت سريعه. يمكن صحابنا اللي هم صحابنا قوي ما بنلحقش نتكلم ونخرج زي زمان، كله مشغول في حياته، كل واحد مشغول في حياته، مش بقى هو يتشغل فنزعل وانا اتشغل هو يزعل، بالعكس انا عارف مقدر قد ايه هو مشغول وهو عارف انا مقدر قد ايه انا مشغول. ففي نفس الوقت لما اول ما بنفضى بنتكلم ونتقابل ونشوف بعض. انه فكره انه ممكن انت تتشغل قوي في شغلك وصاحبك اللي هو يزعل منك ويبقى متضايق قوي فيقول لك ايه، انت ترجع تكلمه فيقول لك لا ما انت ما بتسالش عليا، ما انت ما بتكلمنيش. بيبقى دايما في عتاب ولوم، ده عتاب احباب آه لا مش كده، اللي هي عتاب. بتبقى لا بيبقى في ناس بيبقى في لوم وعتاب، لو انا غبت طب اسال عليا يمكن انا عندي مشكله او انا تعبان صح ولا لا، مش لما حد بيجيب صاحبه بيسال عليه. النقطه اللي بتكلم فيها انه دايما بيبقى الشخص اللي قدامه الصداقه بتبان من هنا، هو غاب ليه، هو اختفى ليه، اكيد في حاجه انا عايز اطمن عليه، لكن هو ما بيسالش. فلما انت تكلمه تقول له انا عندي مشاكل معلش، فيفضل يلوم عليك ويعاتبك ويقول لك لا انت غلطان، في حين انه لو هو عكسنا الموقف والشخص ده هو اللي عنده الازمه ماشي وما سالش عليك، فانت لما تيجي تتكلم انت مش هتعاتبه بالعكس انت هتعرف هو عنده ايه المشكله، وهو مش هيبقى متقبل منك العتاب ده. يعني قصدي انه الناس ما بتقبلش النقد مع ان هم بيعملوا نفس الموقف ده. عامه احنا لو جينا نتكلم عن الصداقه والصحاب احنا ممكن نعمل 15 حلقه ونفضل نتكلم كتير، بس انا كنت لما بدات بالصحاب يلا والحاجات اللي انا قلتها دي علشان انا ضد جدا الاغاني اللي بتتعمل دلوقتي، علشان هي دي بتحرض وبترسخ في 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 دماغ الشباب والجيل اللي طالع كله ان مفيش صحاب، مفيش صاحب يتصاحب، وفي الكلام ده لا الصحاب موجودين وعايشين حوالينا والجدعان موجودين وبنقابلهم كل يوم في حياتنا. للاسف فقرتنا خلصت فهنطلع فاصل، بس لا قبل الفاصل بس قول لي لو عندك صاحب جدع ما تفرطش فيه طبعا. لو عندك صاحبه جدعه ما تفرطيش فيها، وبعد كده اختاروا اصحابكم بالظبط، يعني يعني خلوا بالكم انتوا بتختاروا اصحابكم او تحاولوا تختاروا اصحابكم بالظبط زي ما نور قالت. طيب هنطلع فاصل، وبعد الفاصل هيبقى معانا حسام حسين فنان من الدرجه الرفيعه بقى اللي يعني حاجه جامده جدا. نطلع فاصل ونرجع تاني مع بعض، يلا بينا. يا جماعه يعني للفن اشكال وانواع والوان كتيره جدا ومختلفه، ويمكن للفن حاجات احنا عارفينها وظاهريا كده واضحه لنا يعني، انما لما يكون عندك حاجات قديمه، عندك شويه خردوات شويه خرده ايا كان الحاجات اللي انت ممكن ما بتستخدمهاش وتعمل منها فن، هي دي بقى قمه العبقريه بالنسبه لي. عشان كده النهارده معانا فنان بقى من نوع مختلف ومن طراز مختلف تماما تماما، وهو الاستاذ حسام حسين. قدر ان هو يصمم مجموعه مختلفه وهائله جدا جدا من التماثيل والاشكال المختلفه، هنعرف بقى صممها ازاي وعملها ازاي منه اكتر. لكن في البدايه برحب بيك يا استاذ حسام وكل اهل الزقازيق. اهلا بحضرتك، ربنا يبارك فيك. الحمد لله تمام تمام. ازيك يا استاذ حسام، منورنا. ربنا يبارك في سيادتك، انت فعلا منورنا وحلوه قوي الحاجات اللي انت طبعا انت جايب جزء صغير دلوقتي بس الحاجات تحفه اساسا. ربنا يبارك في ذوقك. يعني يا استاذ حسام احنا شفنا التماثيل ومش عارفين نعبر عن قد ايه الابداع والفن اللي فيها، لانه لو الناس خدت بالها من تفاصيل كل تمثال هتلاقي انه هي فعلا خرده. تمام. منين جت لحضرتك فكره ان تستخدم الخرده في تكوين تمثال او راس نفرتيتي بالجمال ده؟ والله هو الفن النحت بالخرده هو فن موجود طبعا. زرت متاحف ومعارض كتير في مصر، شفت السابقين ليا عملوا ايه وحبيت يبقى ليا لمسه. لمستي هي احياء التراث. انا عندي شغف وحب كبير جدا للفن الفرعوني وكل ما هو مصري، يعني انا احب الشخصيه المصريه واحب اكد عليها جدا، فده كان ظاهر في بعض اعمالي زي مثلا الحاجات اللي موجوده، وزي في القط الفرعوني ما جبتوش وعملت الشخصيه الصعيديه برضو، دي كانت خارجه عن اطار الفن الفرعوني، بس هو انا بهتم بكل ما هو الشخصيه المصريه بالظبط، هويتنا المصريه. احنا عندنا تراث احنا نحسد عليه، تراث وتاريخ مصر جميل. يمكن ده بان من لما كنا بسألك قبل الهوا وفاروق بيقول لك
انت ازاي عملت البالانس ان هي نفرتيتي الراس تبقى موجوده وما تقعش ولا يمين ولا شمال، وانت قايل ايه؟ مش انا جدي، مش انا جدي. بقول لك جد حضرتك كان بيعمل الحاجات دي، قلت لي لا الفراعنه بالظبط، هم جدودنا هم اللي عملوا البالانس ده وهم اللي عملوا الحلاوه والشكل ده، فانت قدرت بعد كده ان انت تشكله بالشكل الجميل ده. تمام. بس يمكن الفتره اللي فاتت كان بيظهر اللي هي الحاجات اللي بالخرده دي، اللي هي الخردوات، اللي هو البايكس، اللي هي الحاجات الصغيره بالظبط. فن تجميعي، فن تجميعي بيجمع قطع من الخرده ان يطلع بيها شكل موتوسيكل، عربيه، عربيه بالظبط، حد بيعزف، حد بيعمل الحاجات دي. يمكن موجوده عند اغلبنا في البيوت او في المكاتب والكلام ده، بس بتبقى حاجات صغيره جدا. يعني انا مش عارف حضرتك مثلا ده يعني تمثال زي ده بالحلاوه والجمال بتاعه والتفاصيل الصغيره، لان يمكن الناس مش هياخدوا بالهم من التفاصيل ان السماويل كتير جدا وجنزير وورد وحاجات كتير قوي. ده خد من حضرتك وقت قد ايه عشان تعمله اصلا؟ دوت خد 4 شهور بالظبط. 4 شهور؟ 4 شهور. طب حضرتك بتقولي اتعمل ازاي؟ لازم يبقى فيه جزئين، جزء موهبه النحت او دراسه النحت، وجزء مهاره استخدام مكنه اللحام. فالجمع بين الاثنين دول وثالثهم المخيله او طبعاً اللي انا اقدر انفذها هو اللي بيطلع لي العمل. يعني انت بتبقى راسم الاول الرسمه في خيالك، ولا بتبقى راسمها قدامك علشان تبقى متخيلها، ولا بيبقى عندك تمثال صغير وانت بتعمل عليه حاجه كبيره؟ اشكال اشكال. بمعنى ان الاشكال اللي هي بتبقى من وحي او من تراثنا اللي هي الفن الفرعوني، بيبقى معايا صوره القطعه الفنيه نفسها زي نفرتيتي مثلا. معايا ليها اكتر من صوره، صوره جانبيه، فيس، اكتر من زاويه. اكتر من زاويه بالظبط. فدي مش بحتاج ان انا اعمل لها تصميم، بيبقى الصوره نفسها موجوده. انما حاجه زي الصعيدي ديت انا بعمل، انا بفكر بالطين، بالنحت. بعمل اسكيز صغير بالطين، بفكر بيه، بعد ما بخلص التصميم ببتدي انفذه بالحديد الخردي. تنفيذ الحاجات دي متهيألي مش سهل خالص، وكمان تجميع الـ 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 المكونات بتاعت اي تمثال من التماثيل دي انا شايف ان برضه ليها مجهود تاني خالص. حضرتك بتستخدم يعني ايه المواد اللي بتستخدمها؟ انا شايف في جنزير وصموله وزي ما عامل اكل من شويه، يعني خامات مختلفة. خامات مختلفة بالظبط. يعني هو ظهر الخامات المختلفة اكتر في حورس. تبص تلاقي قطع من عدد مقاسات، مفتاح انبوبة، هتلاقي قفل بايظ، هتلاقي من بعيد. يا جماعة بص، من بعيد مش باينة يعني الصورة، من بعيد واضح ان هي حلوة جدا، بس هو فيها هنا مثلا التروس، في هنا في تروس، الجزء اللي هو اللي فوق في المفاتيح ده جزء من النجفة، ده جزء من النجفة. والتغيير الجنازير طبعا، غير الصواميل. ده قفل، في هنا قفل، ده اللي هو المفتاح، هنا مفتاح انبوبه زي والحاجات اللي هي بيفتحوا بيه الانبوبه والكلام ده، مفتاح انجليزي بالظبط. بس انا كنت عايز اسال بقى على المنقار بتاع حورس. بتاع حورس يعني كل الحاجات انا عرفتها، التروس والحاجات تمام. ده اتعمل ازاي؟ وطبعا عشان اقرب جدا من الشكل الفرعوني الاصلي، فكان لازم يبقى في مناطق جيدة النحت أو تبقى تفاصيلها كويسة جدا. فدي قطعة من الصاج بستخدم أسلوب الطرق. الطرق دوت بيبقى أدوات بيطرق عليها من الأمام ومن الخلف زي السمكري بتاع العربية. يستعدل جزء من العربية. بالظبط. بشكل الحديد عن طريق الطرق. وبعد ما بكمل الطرق بلحمها في الشكل بتاعي. طبعا بيبقى فيه المقاس، النسب، وضعها بالنسبه للبورتريه فوق تحت، اللي هي موهبه النحت نفسها. طيب استاذ حسام، واحده واحده كده اتفضل، عشان انا منبهره يعني. ربنا يبارك فيك. تمثال مثلا زي راس، احنا معانا صور على الشاشه اهو دلوقتي، ده حورس، ده حورس معانا على الهواء. تمثال مثلا زي راس نفرتيتي، حضرتك كام قطعه خردة استخدمتها؟ تمام. وبتحصل على الخردة دي منين؟ يعني بتشتريها ازاي؟ مصدرها ايه؟ واول تمثال عملته، انا حابة اعرف اول تمثال حضرتك عملته كان ايه؟ طيب كم قطعة لحام او كم جزء خردة لحام في نفرتيتي؟ ما قدرتش طبعا عدها بالظبط، بس تقريبيا، لان انا مثلا جايب صواميل، فانا حسبتها تقديريا 6000 قطعة. 6000 قطعة ب 6000 بنطة لحام. بجيب الخردة منين؟ طبعا في الخردة ديت الحديد يعاد تدويره. ففي بتبقى شوادر بتجمع الحديد دوت علشان توديه
مصانع اعاده التدوير. فالشوادر دي انا بروح بنقي بنفسي. يعني انا بقعد فتره بقنع الراجل انا عايز ايه اللي بيبيع، ففي الاخر ما بيقتنعش فبيزعق مني بيقول لي طب خش بقى ايه الشادر بتاعك. بالظبط. عندكم هناك اماكن للشوادر يعني؟ عندكم كل مكان أنا يعني احنا عندنا الوكاله، عندنا الشوادر اللي هي بتاعت الاسواق اللي هي سوق سيدة عيشة، اماكن مختلفه يعني هتلاقيها دايما كده كل اسبوع ليها يوم. بالظبط. عندنا لا مش كل يوم، عندنا شوادر مستمره. يعني الشادر ده عباره عن مكان زي هانجر، زي أرض فضاء بيجمع فيه الخردة، قطع غيار عربيات مستهلكة، قطع موتوسيكلات، عدد صاج، أيا كان اللي هم الناس بتوع الروبابيك اللي بيعدوا في الشارع بياخدوا الحديد. فالكلام ده كله بيتجمع في الشادر وانا بروح اختار القطعه اللي تناسبني. الحاجات دي بتتباع بقى باسعار غاليه ولا بتبقى اسعار متوسطه؟ ما لا اللي هو الخرده اللي انت بتشتريها تعمل بيها الحاجات دي. تمام. بتتباع باسعار ايه؟ اللي هي زي بورصه زي سعر الذهب، ليه بورصه يوميه، النحاس ليه بورصه، الحديد نفس الحكايه. الكيلو بيتراوح من 5 ل 7 جنيه. تشتري بالكيلو؟ بشتري بالكيلو. تمام. انت نصيبك بقى. بس بامانه في حاجات انا بشتريها جديده، يعني الصواميل مثلا شريحه جديده. وفي هنا يعني اكيد برضو المفاتيح دي برضو اكيد كان لا دي مستهلكه فعلا، كلها مستهلكه. مستهلكه. في حاجات شكلها جديد في الحاجات. ما جاوبتنيش على اول تمثال. اول تمثال انا شغال او حبيت او تخصصت في الخرده اكتر من حوالي 6 سنين. بس عمري الفني 22 سنه بعد التخرج الحمد لله، دفعت 97. أول قطعة عملتها وعملت رواج كبير جدا وإعجاب ما شاء الله زي اللي حصل لنفرتيتي، كان حصان الشرقية. إحنا محافظة الشرقية الرمز بتاعها الحصان. فعملت حصان بارتفاع 4 متر بخامة الخردة. يا نهار أبيض، 4 متر. معانا الصورة يا جماعة؟ معانا. أنا يا ريت. ده عملتها في قد إيه دي؟ تخيل انه اقل عمل كان رائع. 4 متر في كام؟ 4 متر 4 متر في 4 متر 20. ده اخذت منك وقت قد ايه دي؟ شهر. تخيل. شهر. شهر. يعني العمل لما كل ما يكبر كل ما وقته بقى اسهل. ليه بقى؟ انا عندي ان انا اسيطر على قطعه الخرده في المساحه الكبيره بيبقى اسهل. لما بجيب قطعه خرده واحطها في منطقه صغيره في تمثال صغير هي بتقدر تتغلب عليها اكتر. او الصعوبه بتبقى اكتر، كل ما كبر التمثال الصعوبه تبقى اقل. طب لو حضرتك دلوقتي جيت تعمل نفس التمثال تاني هتعمله زيه ولا هتعمله بطريقه تانية او ليك خيال تاني ليه؟ والله احتمال كبير جدا يبقى احلى بكتير جدا. اكيد. لان ده كان سنه 14. ما كانش اول عمل ظهر للنور، كان في تجارب قبليه. من سنه 14 لحد دلوقتي انا المهارة الحمد لله التقنية اليدوية زادت أكتر. ما شاء الله. فأعتقد أن أنا لو عملته تاني هيطلع أحسن كمان إن شاء الله. طيب يعني أستاذ حسام، التماثيل الجميلة دي بيبقى مصيرها إيه في الآخر؟ حضرتك بتعرضها في معرض، بتبيعها، ولا بتقتنيها فقط؟ حاليا أنا بشارك في معارض جماعية، ومهتم جدا ان انا اعمل معرض خاص. بجمع دلوقتي الاعمال اللي انا بنتجها، بعينها لحد ما توصل عدد معين انها تملى قاعه عرض، واعمل معرض خاص ان شاء الله. استاذ حسام، الحاجات دي عليها اقبال؟ يعني دايما بنشوف مثلا المعارض اللي بتتعمل للوحات الفنون التشكيليه دايما عليها ممكن ناس بتحب الفن، نوع ده من انواع الفنون. النحت نفس الكلام، اللي هو النحت الطيني زي ما احنا بنقول كده، حضرتك بتشكل بيه برضه. ده برضه ممكن ليه ناس والناس تستهواه. والانتيكات، فده بيندرج تحت اي نوع من انواع الفنون؟ فن احنا كنا بنسميه فن ما بعد الحداثه، ده التاريخ بتاعه. بس هنسميه فن للنحت، او فن استخدام الخرده الحديديه في النحت. من ناحيه الرواج بتاعه، اثناء المشاركه في المعارض بيحصل اقبال رهيب جدا، اعجاب، ثناء عالي جدا. السوشيال ميديا شيء تاريخي بيحصل لي الحمد لله، من ما شاء الله. في الحصان بتاع الشرقيه من سنه 14 وفي نيفرتيتي. من ناحيه الاقتناءات لسه شويه، ممكن يكون السوق مش مليان قوي من يعني لسه الناس ما عرفتش قوي فن النحت بالخرده كمتذوقين، انما بيتذوقوه، انما كاقتناء لسه شويه. احنا مش عايزين طبعا نحرق سر فنك قوي. لا براحتك خالص. بس يعني يمكن الناس اللي بتفهم او عارفين الصمويل بتبقى شكلها عامل ازاي، احنا لو حطيناهم جنب بعض هيعملوا
زي حائط، زي حاجه تمام مستقيمه. تمام. انت عامل صمويل وبطريقه يعني في بومبيه وفي تحس ان العين مرسومه، المناخير مرسومه، البق نفس الموضوع، ازاي عملت ده؟ هقول لك سر بقى. في كذا تقنيه لاسلوب العمل، طبعا للمخيله البعد الثالث اللي هي بتبقى عند النحات دي اساسي. فانا ساعات وانا شغال بعمل حاجه احنا انا بسميها اوتار، ان انا بحط شاسيه احنا بنسميه كراكاز، بس انا بحطه كراكاز خارجي. الكراكاز في النحت الطينه بيبقى داخلي جوه التمثال. فانا بعمل زي فريم اوتلاين للشكل خارجي. وبلحم من جوه، يعني بيبقى زي دليل بالنسبه لي ان انا احط الصاموله فين. فبيبقى الوتر ده او الخط اللاين ده بدل ما يبقى خط لاين على ورقه، لا ده بيبقى سلك مجسم برص وراه الصواميل وبلحم من الخلف. وبيجي عندي منطقه لحام تقفيل دي ببقى ببذل كل مجهودي انها ما تبانش، يبقى الصواميل كلها لحام من الخلف. ده اسلوب. اسلوب تاني في مناطق طين الصلصال انا بحط فيه الصموله والحم من الناحيه الثانيه. يعني سر عشان حضرتك نورتنا، فنان من نوع خاص مميز جدا، وانا اتشرفت بوجود حضرتك معانا النهارده. شكرا لك استاذ حسام حسين، شكرا جدا وحضرتك تستحق تكون موجود معانا النهارده. ربنا يبارك في حضرتك. وان شاء الله قريب لما يبقى في معرض لازم حضرتك بقى يعني تقول لنا. ليا شرف ان شاء الله. ليا شرف. احنا كده فقرتنا خلصت، بعد الفاصل هيبقى معانا فقره عيش صح، استنونا. مشاهدينا اهلا بحضراتكم في فتره جديده من عيش صح. دايما لما بنتكلم على السمنه بنتكلم على الناس اللي عندها زياده في السمنه والسمنه المفرطه، لكن في ناس كده احنا مش ناسينهم اكيد، بس هم شايفين ان هم مظلومين شويه في ان احنا بنتكلم عنهم. لكن احنا النهارده اكيد هنتكلم عنكم وهنقول لكم كل حلول لمشكلتكم دي. هنتكلم النهارده على الاشخاص اللي وزنهم زياده قوي، اللي شايفين نفسهم الحياه بالنسبه لهم اسودت وبقت واقفه خالص. الاشخاص دول وزنهم مش بيبقى الوزن الطبيعي او الاوفر ويت الطبيعي اللي هو 100 وحاجه في اخر ال 100، لا احنا بنتكلم على الاشخاص اللي وزنهم بيعدي ال 200 كيلو، وفي ناس وزنها بيعدي ال 300 كيلو. ممكن يكون حد بيشوفنا النهارده بيقول اكيد ما فيش شخص طبيعي وزنه بيعدي ال 300 كيلو، هو فعلا بيبقى مش عايش الحياه الطبيعيه اللي المفروض يكون عايشها في الوقت ده. النهارده هنتكلم عن كل ده، وهنتكلم كمان على حلول لكل ده، علشان الناس دي بتبقى مش قادره تاخد خطوه في حياتها انها ولا تعمل دايت ولا طبعا تلعب رياضه، لان الموضوع بالنسبه لهم اصعب من كده بكتير. خلاص هم عدوا مراحل الدايت والرياضه، فمحتاجين حل جذري وما يرجعوش للمشاكل اللي هم فيها دي تاني. النهارده هنتكلم على كل المشاكل دي وكمان على حلولها، واكيد حلول امينه جدا مع الضيف اللي منورني النهارده، استاذ دكتور كريم صبري، استاذ جراحات السمنه والمناظير بطب عين شمس، استشاري جراحات السمنه والمناظير بمستشفى وادي النيل، عضو الفدراليه الدوليه لجراحات السمنه والسكر. دكتور كريم اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. منورنا يا دكتور. اهلا وسهلا. دكتور احنا دايما بنتكلم على حالات أو مشاكل السمنة أو المشاكل المفرطة في السمنة، لكن الناس يا دكتور اللي وزنها فوق ال 200 كيلو هم مش عايشين بالمرة. يعني احنا مش هنقول هم عندهم مشكلة ولا اتنين، هم تقريبا ما فيش مشكلة مش موجودة عندهم. النهاردة دكتور كريم كده يبدأ معانا فقرتنا الحلوة دي ونقول لهم ايه؟ اسمحي لي ان احيي حضرتك وكل الساده المشاهدين، وبحيي طبعا اداره البرنامج. الحقيقه يعني هو فعلا من المنصات الجميله يمكن المنظمه قوي اللي اختيارها لحتى الموضوعات محكم جدا، يمكن البرنامج ده انا سعيد بيه. شرف لينا يا دكتور. فبحيي كل الناس في البرنامج وبحيي حضرتك طبعا على الاعداد الجميل. والحقيقه طبعا ان الاوزان اللي هي فوق 200 كيلو طبعا الدنيا طبعا بتبقى صعبه بالنسبه لهم شويه، لانه الوزن فوق ال 200 كيلو بيبقى بيتحكم في الانسان اجتماعيا ومرضيا ويمكن كمان نفسيا. تمام. الناس اللي فوق ال 200 كيلو عندهم ليميتيشن في الحركه، صعب جدا يمكن ان هم يؤدوا الوظائف بتاعتهم يعني بسهوله. تمام. عندهم مشاكل في النفس، احيانا تصل الى انقطاع النفس اثناء النوم، ما بيعرفش ياخد نفسه كويس، بيبقى مصاب اكيد بمشاكل قد تكون زي السكر والضغط، ويمكن هو
قدام المجتمع ان هو سليم، لكن هو فراجايل، لما يجي يعمل تحليل وفحوصات يحضر نفسه للعمليه بنلاقي فيه كوارث كتيره. بنلاقي فيه يمكن داخل على سكر، او ربما يكون في مرحله ما قبل السكر، او ربما يكون عنده السكر بقى له فتره ومش متشخص، ربما يكون ضغطه عالي، ربما يكون عنده كوليسترول في الدم، ربما يكون عنده دهون في الكبد، غير المشاكل اللي هي النفسيه اللي تعوقه طبعا عن التواصل في المجتمع بالظبط. اكبر واكبر يا دكتور يعني. فالعمليات زي تكميم المعده، او تحويل مسار المعده المصغر او الكلاسيكي، او تحويل مسار الاثنى عشر او الساسي اللي هو التكميم مع التحويل، انا شايف ان دي من الحلول القويه في ان هي تنزل بقى الوزن ده. عايزين نخلص منه، عايزين نعيش حياتنا بدون مشاكل اجتماعيه، بدون مشاكل نفسيه، بدون مشاكل مرضيه. تمام. طيب دكتور، لما حد بيبدا ينصح الناس الحلوه اللي بيبقى وزنها زياده شويه دي، بيقول لهم روح اعمل عمليه، روح للدكتور الفلاني ده هو بيعمل عمليات وبيحل المشكله دي، طب هو المريض ممكن يحتار اكتر، طب ما انا كده دخلت في سكه العمليات، هل المكان اللي انا هروح له ده امن ولا مش امن؟ هل الدكتور ده يعني قادر ان هو يحل لي مشكلتي دي بعمليه اكون طالع منها صحيح جسديا ونفسيا بعد كده، ولا ممكن اعاني بمشاكل بعد كده؟ الشخص اللي اتحط على طريق ان حد نصحه بالعمليه ده، يبدا يفكر اول حاجه يعمل ايه علشان يمشي طريق صح ما يمشيش لحد غلط. الحقيقه دايما بقول انه في ثلاث عوامل لنجاح اي عمليه، لازم جراح محترف، لازم مكان امن لاجراء العمليه، لازم في برضو احدث التقنيات الحديثه سواء في التخدير او سواء في المسالكات الطبيه المستخدمه في جراحات السمنه. تمام. جزء كبير جدا منهم على الجراح، لانه اختيار نوع العمليه نفسه في حد ذاته انا شايف عليه دور كبير. يعني الجراح احيانا بيبقى المريض واخد فكره عن العمليات سواء تكميم او تحويل، او واخد فكره يعني من اصحابه من المجتمع ان هو عايز رايح المركز ده عشان يعمل تكميم معده. تمام. الجراح بيبقى عليه دور ان هو ممكن لو العمليه مناسبه للمريض يعملها له، اذا كان تحويل المسار هتبقى هي الامن والاحسن هيعمل له تحويل مسار، بغض النظر المريض يعني ممكن يكون مش عايز يعمل تحويل يعني او رافضها، لكن الحل الطبي المناسب ليه صحيا هو ده. تمام. فالجراح المحترف عارف مثلا واحد عنده ارتجاع شديد في المريء، عنده بارت اسوفجس زي يعني يمكن الدكاتره عارفين او المرضى اللي هي المصابه بيها عارفين ان في احيانا الارتجاع الشديد في المريء بيغير طبيعه الخلايا الى ما قابل للسرطان، ما تروحش بقى تعمل تكميم معده وتصاب بعد كده بمشاكل وتقول بسبب السمنه، لا. تمام. بسبب السمنه التكميم. فالجراح في الحاله دي بيختار يعمل تحويل مسار كلاسيكي مش تحويل مسار معده مصغر. يعني في حاجات طبيه لازم المريض يكون عارف ان الجراح ليه دور فيه في اختيارها، لما تروح في مركز موثوق منه اعرف ان الجراح ده هيختار لك العمليه دي بغض النظر عن انت حاببها او مش حاببها. تمام. لكن لازم يوضح لك هو وجهه نظره اكيد هي الصح، يعني اكيد وجهه نظر الدكتور هي في الاخر الصح. وفي احيانا كمان يجي يقول لي انا بقى عايز اعمل تكميم معده بس المعده عايزها واسعه شويه او ضيقه شويه، ضيق لي على قد ما تقدر يا دكتور. والحقيقه طبعا احنا ما بنسيبش الامور للظروف، ففي يعني عرف طبي بيحكمنا ان احنا تحط المعده على الكاليبريشن تيوب معين بحيث ان هو ياخد حجم المعده المظبوط، وبالتالي لا نضيق قوي يقوم العيان يقعد يرجع طول العمر، او نوسع جامد فالعيان ما يخسش اصلا، وبالتالي الضمير الطبي او العرف الطبي بيحكمنا في ده. تمام. طيب دكتور، الناس اللي اوزانهم اوفر ويت زي ما احنا قلنا، هل بنتبع معاهم نفس التجهيزات اللي قبل العمليه زي الاشخاص اللي بيكون عندهم سمنه او عندهم مشكله السكر فبيحلوها بعمليات التكميم او تحويل المسار، ولا هم بيكون ليهم تجهيزات من نوع خاص قبل العمليه بسبب الزياده الكبيره قوي في الوزن؟ الحقيقه طبعا احنا من كتر ما الحرص بتاعنا على المرضى، احنا كل المرضى لازم تعمل في مستشفيات على اعلى المستويات، سواء العيان اللي عنده سمنه 30 40 كيلو او العيان اللي فوق 300 كيلو، كل الناس لازم تكون محطوطه على اعلى المستويات بحيث ان هو يصل لامان 100%. وعلى وزنه 160 كيلو زي واحد وزنه 300 كيلو، كلهم لازم استاذ تخدير محترف معانا، اجهزه بنج على اعلى مستوى، ادويه البنج المستخدمه بتصحى العيان من زيرو بوينت بعد ما يصحى، فاست تراك 12 ساعه تروح في المستشفى، لازم كل التقنيات الحديثه المستخدمه بحيث كل الناس تبقى على التراك المظبوط. تمام. طب احنا عارفين ان دكتور كريم متميز قوي 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 بموضوع عدد الفتحات القليله اثناء العمليات دي، هل الاوزان العاليه بتحدد لها يا دكتور عدد فتحات معينه، ولا برضو حسب الحاله اللي قدامي وحسب الظروف الصحيه والهيستوري بتاع الحاله ده، ولا في سيستم كده دكتور كريم يعني مش عليه؟ طبعا احنا الفتحات التجميليه سواء في البكين لاين او تقليل عدد الفتحات اللي هنتصل الى فتحه واحده، دي عايزه يعني وزن يكون متناسب جراحيا، لان انا لازم اكون مستريح وانا شغال، استريح ارجونوميكالي، يعني في الطب لازم احنا نكون مستريحين في شغلنا عشان نعمل وظيفة كويسة. لكن وزن مثلا فوق 300 كيلو وحجم كبد كبير ودهون كتيرة ويعني تشالنج جراحي،
ما بفكرش في عدد الفتحات، ممكن يمشوا خمسه كلاسيك عادي خالص، خمس فتحات، فتحتين بشتغل منهم، كاميرامان بيوريني، اسيستنت بيساعدني، ليبروتراكتور، يعني دول خمس فتحات اساسيين في الوزن اللي فوق ال 200 كيلو، لكن يعني وزن 120 110 احيانا بنقلل عدد الفتحات حتى لو العين ما طلبش اصلا بنقلل احنا من عدد الفتحات على قد ما نقدر. عايز اقول ان ده يعني لازم يكون في راحه جراحيه للجراح، مش شطاره خالص ان انا اقلل عدد الفتحات في الوزن الكبير واطلع مضاعفات بمضاعفات ثانيه، معور كبد مش عارف ارفعه كويس، صحيح. او المعده سايب قبه المعده فما يخسش كويس، او سايب معده ملويه، او سايب معده فيها ضيق. لا طبعا يعني الراحه الجراحيه للجراح تتطلب ان هو يشتغل من فتحات يكون مرتاح فيها، فالكلاسيك احنا بنشتغل فيه. تقليل عدد الفتحات مع الاوزان الصغيره احنا احيانا بنعمله حتى لو العين ما طلبش. تمام، احنا هنطلع دلوقتي نشوف مع بعض تقرير ونرجع نكمل كلامنا مع دكتور كريم. استنوا. اسمي احمد رحيم، اسمي محمد محمد السعيد الزغبي من محافظه بورسعيد. كنت بعاني من مشكله السمنه لحد ما وزني وصل 330 كيلو، ومن فضل الله ربنا كرمني بالدكتور كريم صبري وعمل لي عمليه تكميم المعده، بقى لي النهارده سنه واربع شهور وخسيت 200 كيلو. مش هقول لكم كميه ال 200 كيلو فرقوا مع البني ادم ازاي، من صحه وشكل وحركه ونشاط. كفايه الحمد لله كان عنده السكر راح، الضغط، ضربات في القلب، الرئه، كل ده راح بفضل ال 200 كيلو الواحد نزلهم. وهتستنوني بامر الله، انا جاي النهارده عشان اعمل عمليه شد الجلد والترهلات، لان طبعا لما نزلت 200 كيلو حصل ترهلات وجلد في جسمي، فانا جاي النهارده ان شاء الله عشان اعمل عمليه شد الجلد، واستنوني بامر الله بعد العمليه الجديده بشكل جديد. شفنا مع بعض دلوقتي حالة وزنها 330 كيلو، يعني هو تقريبا ما كانش عايش نهائيا، مش هنقول بس مش عايش حياته، هو مش عايش يعني ولا نفس طبيعي ولا أكل طبيعي ولا قعدة حتى يا دكتور، وإحنا شايفين القعدة اللي هو قاعدها، هو مش عارف تقريبا يقعد طبيعي زي أي حد قاعد يفرد ظهره مثلا يرفع رجله. وحضرتك كمان كنت قلت لي إن هو كان جاي يعني حتى العربية اللي كان جاي فيها كانت عربية كبيرة قوي علشان يقدروا يشيلوا وزنه. يعني هو الرقم طبعا يخض شويه، لان رقم 330 كيلو على يعني شاب 31 سنه، انا شايف ان دي كارثه كبيره. واحنا مش لازم نسيب نفسنا رساله كل الناس المصابه بالسمنه المفرطه، لان السمنه كل ما بتتحكم فينا اكتر، كل ما بتهزم الجسم اكتر، كل ما بيقدرش ننزل في الوزن اكتر طبعاً. كل ما بتستسلم للسمنه اكتر، لان الحركه بتقل. المناعه الانسولين الموجوده في الوزن الكبير بتخلي عندنا قابلية للأكل اللي فيه طاقة عالية، قابلية للأكل الدسم، قابلية للأكل فيه سكريات عالية، طاقة عالية، وبالتالي الدورة بتوسع مننا أكتر. والحقيقة في ناس عندها عزيمة يعني برضو ممكن تنزل وزنها بشوية، تلاقي عامل دايت شوية 10-15 كيلو رجعهم تاني يزيد تاني، وبالتالي بس هي الفكرة أنه الوزن ده لازم نكسر فيه السايكل. تمام. لازم نكسر فيه سايكل عمليه زي تكميم المعده، او نزل له حوالي 200 كيلو في سنه وشهرين او سنه وثلاث شهور. يعني انا شايف ان ده انجاز طبعًا. كبير يحسب للعمليه يعني بصراحه. 200 كيلو يا دكتور، ده رقم شخصين مع بعض وزنهم زياده يعني. وعمليه كلها فتحات صغيره، اقامه اقل من 12 ساعه في المستشفى، يعني الدنيا سلسه وماشيه كويس. معانا يا دكتور صوره ليه قبل وبعد طبعا الفرق يا دكتور. في صور كبيره يعني، طبعا ده فرق كبير جدا طبعًا. والحقيقه الفرق بس مش في الشكل كمان، قد ما هو في المعنويات، قد ما هو في الصحة طبعا، الصحة قد ما هو في ان هو ينخرط في المجتمع مرة تانية، لانه السمنة اللي هي فوق ال 200 كيلو يعني طبعا دي حاجة خطر صحي قبل ما يكون خطر اجتماعي طبعا. من الدرجة. دكتور انا معايا اسئلة كتير من السوشيال ميديا، بس يعني نحاول ناخد كام سؤال كده بسرعة قبل ما وقتنا يخلص. معانا سؤال من نهى، بتقول انا نهى عندي 33 سنة، وزنها 110 كيلو وطولها 162، متجوزة بقى لها 11 سنة، عندها تكيس على المبايض، بتخس وبتتخن تاني وبتاخد منشطات للتبويض علشان تحاول تحمل وهي ما بتحملش، ولما حملت مرتين سقطت، وعايزة تعرف هل لو عملت عملية وخست هل ده هيساعدها على الحمل ولا لا؟ تكيس المبيض طبعا الوزن ده محتاج تكميم معدة، يعني بحل يعني مباشر، تكميم معدة أو تحويل مسار، يعني لو كان في قدرة أن هي تاخد شوية فيتامينات بعد العملية وعايزة حاجة تستمر مدى الحياة. تكميم المعدة عملية فعالة وتحويل مسار عملية فعالة في إنقاص الوزن. أتعالج تكيس المبيض
كل المشاكل التاليه ما بعد ذلك كلها هتتحسن، لان 80% من الوزن من الناس اللي هم مصابه بتكيس المبيض كلهم تقريبا عندهم سمنه مفرطه. تمام، عالج السمنه مش هتحتاج لاي علاج لعلاج التكيس المبيض. دكتور ناخد اخر سؤال بسرعه جدا. في مدام بتسال عن ابنها صغير عنده 13 سنه وزنه 155 كيلو وطوله 155، عمل كل الطرق علشان يخس بس هو بيخس ويرجع يتخن تاني. بسرعه يا دكتور، عايزين نقعد معاه نقيم وضعه الصحي، واذا كان متاح ليه عمليه زي تكميم المعده ممكن نعملها له، بتنزل وزنه وبيعيش حياته طبيعيه جدا. ما نخافش يا دكتور على الاطفال طبعا من العمليات. لا نخاف عليه عشان وزنه 155 كيلو. لا ما نخافش من العمليه علشان احنا هنخليه بقى طفل طبيعي يعيش حياته بصوره طبيعيه. لكن الوزن هو الضرر، لكن العمليه هترجعه ان هو يكون طفل مثالي بعد كده ويرجع لوضعه الطبيعي ان شاء الله. دكتور انا بشكر حضرتك، وقتني جري مع حضرتك بسرعه جدا، وبشكر حضرتك على الكلام والنصايح اللي دايما بتديها لنا، والنهارده كمان كانت الحلقه الفقره مخصصه للاوزان اللي فوق ال 200 كيلو، لان احنا ممكن نكون بننساهم شويه، لكن يا رب النهارده تكونوا استفدتوا من كلام دكتور كريم، ويا رب نكون اديناكم ولو امل بسيط قوي ان انتوا تبداوا على اول خطوه صح، مش اي خطوه حد يقول لنا عليها، لا الخطوه الصح لازم تكون مع الشخص الصح والدكتور الصح. بشكرك يا دكتور. معانا دلوقتي صفحه الفيسبوك بتاعه دكتور كريم صبري لاي حد يحب يتواصل مع الفريق الطبي لدكتور كريم صبري، او اي حد عنده اي سؤال لدكتور كريم يتفضل يبعته واكيد هيرد على حضراتكم. كان معانا النهارده منورنا الاستاذ دكتور كريم صبري، استاذ جراحات السمنه والمناظير بطب عين شمس، استشاري جراحات السمنه والمناظير بمستشفى وادي النيل، عضو الفدراليه الدوليه لجراحات السمنه والسكر. استنونا فقره جديده من عيش صح. فقرة جديدة من عيش صح. النهاردة هنتكلم عن مرض يمكن مش كتير من الناس عارفين ايه هو المرض ده، ولا حتى كمان اسمه، ولا طرق علاجه، ولا طرق التشخيص، ولا ازاي يتم اكتشاف المرض ده. يعني مثلا ان حد يكون بيعاني من المرض ده ويكتشف ان هو مرض بيروني ويتم علاجه، مش كتير من الناس عارفين ايه هو موضوع مرض البيروني ده. النهارده هنعرف اكتر عن المرض البيروني، طرق علاجه، طرق التشخيص، ومين هم الرجال اللي ممكن يصابوا بالمرض ده. لكن اسمحوا لي في البدايه نرحب بضيف فقرتي النهارده، هو الاستاذ الدكتور خالد حافظ، استشاري جراحه الذكوره وعقم الرجال بمركز مصر للذكوره، دكتوره امراض الذكوره وعقم الرجال وجراحات المسالك البوليه، مدرس بكليه الطب جامعه طنطا، زميل يونيفرسيتي كوليدج بلندن بانجلترا، وزميل كليه الجراحين الملكية بجلاسكو بإنجلترا، عضو الجمعية الأوروبية لجراحة المسالك البولية، عضو الجمعية الدولية لجراحات إصلاح مجرى البول. مساء الخير يا دكتور. أهلا بيك. تايتل مشرف كالعادة. الله يخليك. دكتور خالد، النهاردة عايزين نتكلم عن مرض بيروني. تمام. فعلا المرض ده مش منتشر، أو يمكن يكون منتشر بس إحنا ما بنسمعش عنه، ما نعرفش إيه هو مرض بيروني. إحنا عارفين ضعف الانتصاب، عارفين سرعة القصف، عارفين الحاجات كلها اللي بتختلف في أمراض الذكورة، لكن المرض البيروني ده محدش عارفه، ايه هو مرض البيروني؟ تمام، هو زي ما انت قلتي بالظبط، المشكله ان محدش بيتكلم عن بايرونيز ديزيز ده كتير، وبالتالي الشريحه دي من المرضى بتبقى تايهه. يعني بيصعب عليا المريض اللي عنده بايرونيز ديزيز او مرض بيروني هو مش عارف ده ايه، وبيبقى مخضوض جدا جدا. فبدايه ايه هو تعريف مرض بيروني او بايرونيز ديزيز؟ ده عباره عن انحناء العضو الذكري. تبسيطا جدا جدا، هو انحناء العضو الذكري. انحناء العضو الذكري ده فيه منه نوعين، نوع congenital أو يعني خلقي، الطفل مولود بيه وبيكبر بيه، ده مولود بيه، ونوع مكتسب، يعني كانت الأمور كويسة خالص وبعدين جد عليه هذا الموضوع. النوع المكتسب ده هو بايرونيز ديزيز، اتسمى كده نسبة للعالم اللي اكتشفه أو الجراح، اللي هو جراح فرنسي يعني. وصفه في القرن الماضي اسمه بايروني. فالجراح ده هو اللي وصف المرض وتسمى على اسمه. فهو تبسيطا يعني بكل بساطة بايرونيز ديزيز هو عبارة عن انحناء مكتسب في العضو الذكري. طيب ايه أهمية القصة دي؟ ان هو منتشر ولكن مش معروف. يعني اولا طبعا المرضى مش عارفين ده ايه، ثانيا الدكاترة حتى المتخصصين منهم ما بيتكلموش عنه. زي ما انت قلتي حتى دكاترة الذكورة غالبا بتتكلم عن ضعف الانتصاب وعن تأخر الانجاب وعن سرعة القصف وعن المواضيع المهمة. أيوة. المنتشرة دي، وما حدش كتير بيتكلم عن بايرونيز ديزيز. والمريض بيبقى مش عارف ايه اللي حصل لي ده،
هل دي مشكلة؟ هل في ورم في العضو؟ هل في حاجة زي كده؟ بيبقى مخضوط جدا جدا لغاية ما بيجي لنا وبنطمنه وبنقول له نعالج الموضوع ازاي؟ يبقى كده يا دكتور هو ملوش سن معين، يعني هو بيجي الطفل بيكون او الرجل بيكون مولود بيه او هو مكتسب، يعني بيجي مع تقدم العمر؟ المولود بيه ده شريحة منفصلة خالص، دي حاجة خلقية هو مولود كده. تمام. انما بايروني دي حاجة جديدة وغالبا بيجي في الادلتس، بيجي بعد البلوغ، بعد سن البلوغ. ومعدل حدوثه بيزيد مع زياده السن، يعني عنده 40 سنه و50 سنه و60 سنه اكثر عرضه لبايرونيس ديزيز من الاصغر سنا. معدل انتشاره مختلف جدا جدا في الليتريتشر من الابحاث قايله ارقام مختلفه. أوكي. ولكن بتتراوح من 1 لـ10%. انا ظني الشخصي ان مصر، في مصر احنا ناحيه 10%، لان احنا بنشوفه كتير قوي ولكن ما حدش كتير بيتكلم عنه. طيب. لو بنشوفه كتير هنتكلم عنه بالظبط، فايه سبب ان هو يعني هو مهمل؟ الموضوع هو مهمل أفضل. مهمل شويه. في نقطه كمان مهمه قوي، ان مش كل الاطباء عندهم الخبره ان هم يتعاملوا مع بيرونز ديزيز، ان هم يعرفوا يشخصوه كويس ويعرفوا يعالجوه كويس. لانه تشخيصه وعلاجه مش سهل زي ما انا هقول لحضرتك. هي اسبابه ايه اصلا؟ ده سؤال مهم قوي. السبب المباشر لانحناء العضو الذكري المكتسب او بايرونيس ديزيز مش معروف، وزي ما تعودنا دايما لما بيبقى السبب المباشر مش معروف بيبدا العلماء يعني يحطوا فرضيات. فالفرضيه الاكثر قبولا والاكثر شيوعا الريبيتد تروما، يعني ان حصل خبطات متكرره في العضو الذكري، زي مثلا اثناء العلاقه تحصل خبطه ورا خبطه ورا خبطه، فتبدا تتجمع تجمعات دمويه صغيره في جسم العضو الذكري. التجمعات الدمويه دي بتعمل تليفات، ولما يحصل تليف يبدا العضو الذكري يقصر من ناحيه معينه فيبدا يحصل انحناء. فدي الفرضيه الاكثر شيوعا، علشان كده هي بتزيد مع السن. كل ما السن يتقدم كل ما الخبطات دي بتزيد، كل ما التليفات بتزيد، ولما تحصل تليفات يحصل انحناء في العضو الذكري. النقطه المهمه بقى اللي لازم كل الناس تفهمها سواء مرضى او اطباء، ان مرض بيروني ده ليه مراحل، وده مهم قوي في التشخيص والعلاج. المرحلة الأولى اسمها الأكيوت ستيج أو المرحلة الحادة، المرحلة الأولانية، والمرحلة الثانية اسمها الكرونيك ستيج أو المرحلة المزمنة. في الأكيوت ستيج بيبقى الانحناء بتاع العضو الذكري متغير، كل شوية درجته تتغير، وبيبقى الانتصاب مؤلم. فلو المريض قال الانتصاب مؤلم وإن الانحناء بيزيد أو درجته بتتغير، يبقى أنا ستيل في المرحلة الأولى أو المرحلة الحادة من مرض بيروني. بعد تقريبا 6 شهور من بداية المرحلة الأولى بنخش في المرحلة المزمنة. طب معلش، المرحلة الأولى دي هو بيحس بإيه؟ زي ما قلت حضرتك بيبقى فيه اعوجاج. أوكي. والانحناء ده بيتغير مع الوقت، ما هوش ثابت. والانتصاب بيبقى مؤلم، فأنا لما باخد منه التاريخ المرضي بعرف إن هو لسه في المرحلة الأولانية. أوكي. لسه ما استقرش. تمام. بعد 6 شهور تقريبا بنستقر، بنروح في المرحلة المزمنة، بيبقى الاعوجاج ثبت على وضع ثابت ما بيتغيرش، وبيبقى الانتصاب غير مؤلم. يبقى لما يبقى ده الوضع أعرف إن المريض انتقل من المرحلة الأولى للمرحلة الثانية. ده مهم ليه؟ لأن ممنوع التدخل الجراحي في المرحلة الأولى. أنا لو عملت للمريض أي تدخل جراحي في المرحلة الأولى 100% هيحصل له ارتجاع للمشكلة تاني، لأن الباثولوجي ستيل ان جوينج، يعني لسه في تليفات شغالة. أوكي. أنا عالجته وعملت له عملية، حصل تليف بعد العملية، رجع للمشكلة تاني. إيه ده؟ يعني كل أمراض الدنيا بنستنى عليه، يعني بنعالجها في المرحلة الأولى إلا مرض بايروني بنسيبه ياخد المراحل بتاعته، ننتظر لما يستقر. أوكي. لما يوصل المرحلة المستقرة بعد كده أعيد التقييم وأشوف هو محتاج تدخل ولا مش محتاج. فدول المرحلة. بيبقى في أدوية يا دكتور في المرحلة الأولى؟ ده حلو قوي. الأدوية ده هيجيبنا لنقطة العلاج. علاج مرض بايروني هو، دي قاعدة عامة كده، هو علاج جراحي في المقام الأول مش علاج دوائي. العلماء والدكاترة المسالك البولية ودكاترة أمراض الذكورة جربوا كل أنواع الأدوية عشان نعالج التليفات دي ونعالج العوجة دي، كلها للأسف فشلت في أنها تعالجه. فلو درجة الانحناء أكتر من 30 درجة وبتمنع العلاقة الزوجية أو بتخليها صعبة، يبقى المريض ده لازم يعمل جراحة، لازم يعمل عملية. العلاج الدوائي كله فشل في أنه هو يحسن مرض بايروني. فالعلاج هو علاج جراحي في المقام الأول. العلاج جراحي مش هنعمل مثلا حاجة زي تركيب الدعامات ولا دي قصة؟ دي نقطة مهمة قوي بتجيبنا للتشخيص. أنا طبعا قبل ما بعالج لازم أوصل لتشخيص دقيق للوضع.
انا واخداك كده يا دكتور، يعني الاسئله مش منتظمه، بس ده علشان فعلا الموضوع مش مفهوم. لا هقول لحضرتك، اولا قبل طبعا ما نبدا نتكلم في العلاج لازم نشخص كويس. اوكي. وزي ما تعودنا التشخيص الكويس مبني على التقييم الاكلينيكي والفحوصات الاشعاعات والتحاليل. تمام. عيان مرض بيروني لازم اسمع منه كويس، زي ما قلت حضرتك المراحل الاكيوت غير الكرونيك، المرحله الاولى غير المرحله الثانيه. لازم اسمع منه الانتصاب اخباره ايه، ودرجه الانحناء ثابته ولا لسه بتتغير. لو انا لسه بتغير ولسه في وجع اثناء الانتصاب يبقى ما فيش جراحات دلوقتي خالص. طيب انا لو انا دلوقتي وصلت للمرحله المزمنه والوضع ستيبل، ابدا اشوف التقييم درجه الانحناء قد ايه، محتاجه تدخل ولا مش محتاجه تدخل. من النقاط المهمه قوي ضعف الانتصاب. 50% من عيانين بايرونيس ديزيز عندهم ضعف انتصاب، عندهم درجه من درجات ضعف الانتصاب، وبناكد ده بالدوبلر الجراحي، بنعمل بالاشعه الدوبلر، الدوبلر الملون، بنعمل اشعه دوبلر على العضو الذكري نشوف هل في ضعف في الانتصاب ولا لا. بنعمل الكلام ده ليه؟ لان العلاج بيختلف زي ما انت قلتي. لو المريض عنده درجه جديده من درجات ضعف الانتصاب يبقى ده علاجه دعامه. اوكي. مش جراحات نعدل بيها الانحناء. لا، احنا نركب الدعامه وبنعدل الانحناء دوت على الدعامه ذات نفسها. يبقى الدعامه عالجت النقطتين، عالجت ضعف الانتصاب وعالجت الانحناء اللي موجود في العضو، عالجنا النقطتين. طيب لو المريض عمل خدنا الهيستوري وفحصناه وعملنا له الاشعه بتاعته، لقينا ما عندوش ضعف انتصاب، هو مجرد في انتصاب قوي ولكن في انحناء، ساعتها ما فيش دور للدعامه في النقطه دي. احنا بنعدل الانحناء ده بتكنيكس معينه، حاجه اسمها نسبه بلايكيشن او لو بروسيجر، دي اسامي عمليات. أوكي. والعمليات ديت عايزه حرفيه وعايزه ناس تكون شافتها واشتغلتها كتير. وامتى اختار العمليه دي وامتى اختار العمليه دي؟ ده بيعتمد على درجه الانحناء وطول العضو الذكري وهيتاثر ولا لا بعد العمليه. ليها تيبس اند تريكس كده، ليها نقاط كده مهمه لازم نخلي بالنا واحنا بنعمل. فاحدد الانتصاب. أوكي. كويس ولا مش كويس، بعد كده اخد قراري هعالج بانهي طريقه. طيب فلنفترض يا دكتور ان الانتصاب قوي جدا زي ما حضرتك قلت، بس مش بيبقى فيه الم، فكده برضو هيبقى فيه ضعف، هيبقى يعني مفيش علاقة زوجية برضو. أنا قلت لحضرتك إن أنا مش هعمل أي تدخل في مرحلة الألم دي، لازم أنتظر. أنتظر لغاية ما ننتقل. لا، مش هيحصل ضعف انتصاب. هو لو عنده ضعف انتصاب هيبقى باين من الأول. أوكي. وهيبقى باين في الأشعاعات. ولكن بعد ما بقيم المريض لازم أنتظر للمرحلة المزمنة، خلاص الوضع استقر. نشوف بقى في المرحلة المستقرة في ضعف انتصاب ولا مفيش، ودرجة الانحناء قد ايه. لو درجة الانحناء بسيطة ممكن ما نعملش اي حاجة، ما بتضايقوش اثناء العلاقة، ما نعملش اي حاجة. درجة الانحناء قوية نشوف في ضعف انتصاب ولا لا. في ضعف انتصاب بنركب دعامة، مفيش ضعف انتصاب بنعمل التكنيكس اللي قلت حضرتك عليها ان بتعدل العوجة بتاعة العضو الذكري. طيب هل يا دكتور في مثلا علاجات معينة فإحنا نقدر إن إحنا ناخدها أو يستخدمها الرجل قبل ما يجيله مرض بايروني ده ويؤدي بعد كده لضعف الانتصاب؟ للأسف الشديد زي ما قلت لك إن السبب المباشر بتاع مرض بايروني مش معروف. ولما بنبقى مش عارفين السبب المباشر ما بيبقاش فيه منه وقاية قوي. يعني أنا مش عارف بالظبط هو إيه اللي خلى يحصل فجأة يحصل تليفات في العضو الذكري ويحصل انحناء، فما فيش دواء أخده أو بريكوشنز أو محاذير أتبعها بحيث أنها تجنبني أن أنا أخش في مرض بيروني. النقطة المهمة أن أتكلم مع المريض. المشكلة بيجيلي مرضى كتير قوي مخضوضين، يقول لي يا دكتور أنا طلعت لي حاجة متليفة كده، لمب يعني، في زي كلكيعة كده طالعة في العضو الذكري وحصل له عوجاج، وانا مش عارف ده ورم ولا ده ايه بالظبط، ورحت لدكاتره كتير ما حدش قال لي ده ايه. انا كنت لسه هسال حضرتك. بيبقى مخضوض جدا بالظبط. فرقم واحد نعمل ري اشورنس، يعني اطمن المريض ان انت عندك مرض معروف، ما هوش يعني فوازير او حاجه يعني سحر، لا هو مرض معروف اسمه بايروني، والمرض ده حاجه حميده مش خبيثه. ده رقم واحد، لان المريض بيبقى قلقان قوي، في كلكيعه طلعت له في العضو الذكري، فبنطمنه ان ده حاجه مش خبيثه، مش ورم ولا حاجه، وان ده هنستنى لغايه ما يستقر ونشوف. وعلاجه ان شاء الله موجود، سواء الدعامات او الجراحات علاجه ان شاء الله بسيط وفي المتناول، بس نطمنه في المقام الاول ان دي حاجه مش غريبه وان ده مش ورم خبيث.
حلو قوي يا دكتور، لان نتيجه طبعا الاكسبيرينس اللي عند حضرتك من عدد المرضى اللي انت بتشوفها في مركز مصر للذكور على طول، ان دايما شكوى المريض بتيجي بيبقى فيه اختلاط، بيبقى ممكن مثلا الدكتور يشخص الحاله على ان هي مرض تاني خالص، فهل فعلا المرض البايروني بيبقى مختلط بمرض تاني فيبقى فيه شكوك؟ لا، هو تشخيصه ستريت فورورد، يعني فيري يعني مباشر جدا، بس للمختص. يعني هو لو راح لحد غير مختص ممكن ما يعرفش ده ايه، وممكن يدخل عين في سكك يطلب اشعاعات او تحاليل مش مطلوبه قوي في حالته. فهي قصه الخبره، يعني قصه الخبره هي اهم حاجه في تشخيص وعلاج مرض بايرون. بشكرك جدا يا دكتور خالد، للاسف وقت فقرتنا خلصت مع حضرتك، لكن ان شاء الله هيكون لينا فقرات مختلفه. شكرا جزيلا. كان معانا الاستاذ الدكتور خالد حافظ، استشاري جراحه الذكوره وعقم الرجال بمركز مصر للذكوره، دكتوره امراض الذكوره وجراحات المسالك البوليه، مدرس بكليه الطب جامعه طنطا، زميل يونيفرسيتي كوليدج بلندن بانجلترا، زميل كليه الجراحين الملكيه بجلاسكو بانجلترا، عضو جمعيه الاوروبيه لجراحه المسالك البوليه، عضو جمعيه الدوليه لجراحات اصلاح مجرى البول. بكده مشاهدينا تكون خلصت فقرتنا، استنونا فقرات مختلفة من عيش صح. مشاهدينا اهلا بحضراتكم، فقره جديده وعيش صح. قرار ان احنا نعمل رجيم او نبدا دايت ده ممكن يكون من اصعب القرارات اللي ممكن نكون بناخدها في حياتنا كلها. دايما بنشوف ناس كتير بتقول انا بدات في رجيم ادعوا لي علشان اعرف اكمل. بنشوف ناس كمان بتقول انا نفسي ابدا في رجيم بس مش قادر اخد الخطوه دي. ناس كتير بتقول انا بدات في رجيم بس مش قادر، انا بحب الاكل مش قادر اسيطر على شهيتي، انا بقوم بالليل بلاقي ايدي كده بتفتح التلاجة كده تلقائي كده وبلاقي نفسي باكل. طب انا مش عارف احل المشكله دي. اصعب معادله ممكن نقابلها في الدنيا اني انا نفسي اخس او حاسس ان انا محبوس جوه باب مقفول عليا ومش عارف اطلع للمجتمع ومش عارف اتصور، مش عارف اعيش حياتي بصوره طبيعيه، وخاصه كمان البنات اللي بتحب طبعا تلبس دايما على الموضه، بنحب دايما نقلد الفنانات الجمال او نتشبه بيهم في جمالهم وفي شياكتهم في اللبس، بس احنا مش عارفين نعمل كده. النهارده اكيد معانا حل للمشكله دي. علشان نحل بقى المعادله الصعبه دي النهارده هنشوف الحل مع الضيف اللي منورنا، دكتور خالد عبد العزيز، ماجستير النباتات الطبيعيه، كليه الصيدله، دبلومه التغذيه والتخسيس من الجامعه الامريكيه، عضو الجمعيه الكنديه لامراض السمنه. دكتور اهلا بحضرتك. اهلا بيكي واهلا بكل الساده المشاهدين. منورنا يا دكتور. النهارده المعادلة صعبة قوي، ناس كتير بتحب الأكل قوي 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 وعندها زيادة في الوزن ونفسها أنها تبدأ ريجيم أو دايت زي ما بنقول، بس الموضوع بالنسبة لهم صعب وشاق أكتر من أن أنا أخد قرار أن أنا أتجوز، أخد قرار أن أنا أخس النهاردة. بس هي المشكلة أنت بتحكي عليها ديت مش مشكلة مصر بس، مشكلة الناس ورلد وايد على مستوى العالم كله. تمام. علشان كده العلماء ابتدوا يفكروا إزاي نقدر نساعد النوعية دي من الناس. أنا النهاردة عايز أخس بس ما فيش إرادة. تمام. أنا عايز أخس وفي نفس الوقت عندي شهية مفتوحة جدا للأكل. فابتدوا على مدار السنين اللي فاتت ديت يدوروا على حاجه تكون طبيعيه بحيث ان الشخص ياخدها وفي نفس الوقت ينزل وزنه مع الحفاظ على درجه الامان. تمام. لان في درجه كبيره جدا من الناس عندها سكر، عندها ضغط، عندها كوليسترول، في واحده تكون في مرحله الرضاعه، في واحده بتبقى في مرحله الحمل. تمام. كل المراحل ديت ازاي نقدر نغطيها بمنتج يقدر ان هو يخسس الشخص ده ويسد شهيته وفي نفس الوقت يكون امن جدا. عشان كده ظهر وورلد وايد على مستوى العالم حاجه اسمها اسطوره الالياف الطبيعيه. لو دخلنا كده حتى كتبناها على السوشيال ميديا او كتبناها على اليوتيوب اسطوره الالياف الطبيعيه، هتلاقي كبار علماء الطب على مستوى العالم المتخصصين في النيوتريشن او في التغذيه بيتكلموا عليها وبيقولوا يعني ايه الياف طبيعيه وهتعمل ايه للشخص اللي هياخد الالياف الطبيعيه. نعرف بقى يا دكتور مع بعض يعني ايه بقى اللي حضرتك بتتكلم عنه ده بالبلدي كده علشان كل اللي بيشوفونا يفهموا احنا بنتكلم على ايه. حلو قوي. طيب احنا كلنا عارفين ان كل حاجه في اكلنا عباره عن نبات وفاكهه او كان بروتين او نشويات. تمام. طب دكتور احنا معانا تقرير، ايه راي حضرتك نشوفه وتشرح لنا عليه اكتر عشان نفهم اكتر مع بعض. نشوف مع بعض التقرير. دكتور عايزين بقى نفهم كل الناس اللي شافوا معانا دلوقتي التقرير يعني ايه الياف طبيعيه وليه هنستخدم الالياف. خلينا انوه عن حاجه صغيره قوي. اتفضل يا يعني دكتور. الدكتور البروفيسور ديفيد اللي احنا لسه شايفينه في التقرير ده اي حد متخصص في علم النيوتريشن او التغذيه على مستوى العالم معروف جدا
هو رئيس قسم التغذيه في تورونتو في كندا. تمام. فبيتكلم النهارده عن دور الالياف الطبيعيه واهميتها لاي حد عايز يخس. اول حاجه لازم نكون حاطين في الاعتبار ان الالياف الطبيعيه دي عباره عن نباتات وفاكهه ما فيهاش كيماويات نهائيا. أوكي. فاحنا طلعنا خالص بره حته الكيميكالز والاثار الجانبيه بتاعتها والسايد افكت وممكن يعمل ايه على حاله الاكتئاب وكل المشاكل اللي كان بيعاني منها اي شخص بياخد حاجه كيماويه. تمام. فهي الالياف الطبيعيه حاجه طبيعيه جدا ابتدت انها تتجمع في صوره باكت بطريقه حاجه اسمها النانو فايبر. بيجمعوا كميات كبيره جدا من النباتات والفاكهه بتخش تبقى في نانو فايبر في كيس اللي احنا بنشوفه بتاع الالياف الطبيعيه. طبعا الشخص اللي بياخد الالياف الطبيعيه ده هياخد ميزتين. الميزه الاولانيه ان متوسط نزول الوزن بتاعه في الشهر هيبقى من 6 ل 8 كيلو. جميل. الحاجه الثانيه السيفتي. انا النهارده بحافظ لك على كل اعضاء جسمك. تمام. مش نصلح يعني حاجه ونبوظ حاجه بقى. بالظبط. تمام. حتى انا لما اقول لك المتوسط العالمي من 6 ل 8 كيلو انت لازم تكون مطمن. ليه؟ بعد ما هينزل وزنك لو انت نازل نزول سريع جدا فبتلاقي فيه تاثير على الجلد وخلايا البشره. والشعر كمان. والشعر. دي اهم حاجه بالنسبه للبنات. بالظبط. يعني. لكن انت واخد الياف طبيعيه. نزولك جرادوال كمان في حاجه خطيره جدا لازم ننبه عليها. لو انت النهارده لجأت الحاجات الكيماويه الجسم بيفقد معاها الفيتامينز والمعادن اللي موجوده في جسمك. عشان كده دايما تلاقي بشرتك اصفرار بهتان الشعر اللي بيقع الضوافر بتبتدي انها تتقصف. لكن لما بنيجي نقول الياف طبيعيه نبات وفاكهه معناها ان انا خدت كل الفيتامينز والمعادن اللي موجوده في الخضار والفاكهه. تمام. طيب دكتور حضرتك كنت قلت في البداية ان حتى الحوامل واللي بيمروا بفترة الرضاعة ممكن يكون المنتجات دي امان معاهم. بالزبط. الحوامل ممكن نكون هنا في مصر شوية ما عندناش ثقافة ان احنا ممكن نحافظ على جسمنا اثناء الحمل، لكن في ناس النهاردة بتهتم جامد قوي بالموضوع ده عايزة تطلع من الحمل بأقل خسائر. يعني مش عايزين نطلع ثلاجات عشان ما نخشش في حتة التجميلية بالنسبة للست الحامل. تمام. عايز اقول لك ان زياده الوزن بالنسبه للست الحامل مش عشانها هي، ده هي خطر على البيبي نفسه اللي جوه بطنها. ليه؟ معظم الحالات اللي بتخش الحضانات الاطفال بتبقى نتيجه زياده وزن الام. صحيح. فتره الحمل وزنها زايد قوي ودخلت حصل عمليه حمل فالبيبي بعد كده بيخش بتلاقيه داخل حضانه. الحاجه الثانيه كمان ودي مؤثره كبيره جدا، الست التخينه لما بتيجي تتجوز وعايزه يحصل عمليه حمل عاده ما الدكتور بيقولها خس لان في دهون على المبيض. تمام. فلازم الدهون دي كلها تنزل. تمام. علشان كده برضو مهم جدا الموضوع ما عادش تجميلي ده بقى حاجه اساسيه. صحي. بقى حاجه اساسيه. انا لازم النهارده يكون جسمي رشيق. تمام. يكون كويس علشان ما احملش جسمي فوق طاقته. تمام. حلو قوي يا دكتور كمان ان احنا في الفتره الاخيره بدات بنات كتير ومدامات كتير ياخدوا بالهم قوي من الموضوع ده علشان دايما كلنا بقينا بنحب ان احنا نكون حلوين. يعني خلينا بقى يا دكتور نقول دور الالياف الطبيعيه دي داخل الجسم او ازاي بتشتغل داخل الجسم علشان نخس زي ما حضرتك بتقول 7 و8 كيلو في الشهر. طيب حلو. احنا معانا برضو في فيديو ممكن نعرضه للساده المشاهدين، يا ريت نشوفه مع بعض. هيبقى برضو هيوضح لكل الناس اللي بيشاهدونا دلوقتي طريقه. تمام. حركه عمل الالياف الطبيعيه. احنا المعدة بتاعتنا بعد ما بناخد الالياف الطبيعية هي الالياف الطبيعية عبارة عن باودر بيدوب في المية بيبقى شبه السريلاك كده ونبتدي ان احنا ناكله بالمعلقة. اول ما بنبتدي ناكله بيخش جوه المعدة بيبقى في صورة الجيل. والجيل دوت ما بنشرب عليه مية بيبتدي ان هو ياخد حجم المعدة. يعني احنا شايفين ان في الصورة المعدة ابتدى دخل الجيل. تمام. هيبتدي بعد كده ان هو يكبر الجيل دوت مع وجود المية وياخد حجم المعدة. اول ما بياخد حجم المعدة بيطلع جسم بشكل طبيعي جدا هرمونز اسمه سي سي كي. تمام. يبتدي يقول لك جسم خلاص انا شبعت. فانا كده اديت للجسم وجبه من الالياف الطبيعيه زيرو كالوريز ما فيهاش اي نوع من انواع الطاقه مليانه بالفيتامينات والمعادن وفي نفس الوقت قضيت لك على المشكله الازليه بتاعتك اللي هي شهيتي مفتوحه انا عايز اكل. أوكي. انا ضعيف قدام الاكل. تلاقي كده اكل ريحته حلوه فانت نفسك رايحه عليه فعايزه تاكل. انا قفلت لك الحته دي خالص. حلوة قوي دي اهم نقطه اصلا. دي اهم يعني. نقطه. هي بالزبط. دي اللي بتخلينا نعرف نسيطر على نفسنا يعني. صحيح. طبعا انا وزني لما بينزل بكتسب لو مريض سكر هتلاقي معدل الجلوكوز في الدم بيقل. تمام. لو مريض كوليسترول هتلاقي نسبه الكوليسترول بتقل. نفس الشيء لو مريض ضغط كمان انا بحافظ لك على العمود الفقري والمفاصل بتاع الجسم والركب.
الركب يا دكتور، دي حاجه مهمه قوي. تمام صحيح. طيب دكتور، لما بيكون عندنا امهات عندها اطفال بتعاني من السمنه او زياده الوزن، خاصه لو هم من سن 10 سنين 11 12 سنه، بيبقى صعب اني انا اقول له ما تاكلش، يعني الاكل صحيح. قدامه وهو طفل برضه عايز ياكل سويتس، عايز ياكل. انا عايز اقول لك العكس، يعني يمكن الام بتضغط على الطفل انه ياكل اكتر، يعني خصوصا فتره ال 3 4 سنين 5 سنين، وبعد كده تتفاجئ لما بيبقى دخل بعد كده نعاني من اللي احنا عملناه، وهو عنده 12 سنه ان هو خلاص جسمه كله اتفتح، فابتدى كله دهون وجسمه زايد. كمان النهارده ده حاجه يعني دمار احنا بنعمله صحيح. طيب الطفل اللي في السن ده ازاي نتعامل معاه، لان احنا مش هنقدر نقول له ما تاكلش طبعا. بص، بالنسبه للاطفال ودي كاتيجوري من الناس مهمه جدا، لازم ان احنا نحط عينينا عليهم، لان ابنك زي ما انت بتهتمي بتعليمه لازم كمان تهتمي بصحته طبعا. وكان زمان كنا دايما نلاقي ان مريض السكر ده بيبقى فوق سن ال 40 اللي هو من تايب 2 دايبيتس. تمام. النهارده بنلاقي اطفال عندهم 16 17 سنه عندهم سكر، عندهم امراض ثانيه مصاحبه، ونتيجه ده اللي هو الفاست فود والسمنه. طب نقدر نسيطر على الموضوع ده ازاي؟ نقدر احنا نسيطر عليه عن طريق الالياف الطبيعيه. منتج طبيعي ما فيهوش كيماويات، مش عليه اي ضرر خالص للطفل، كل احتياجاته من الفيتامينات والمعادن هو هياخدها. وبالتالي النهارده انا بكتسب ان الطفل شهيته اتقفلت، وفي نفس الوقت بقى قابليته للاكل قليله، خد فيتاميناته والمعادن اللي هو محتاجها، وما ادتلوش طاقه. بالظبط، ما ادتلوش طاقه. طب الجسم هياخد الطاقه بتاعته منين؟ من الدهون اللي موجوده جوه الجسم. اوكي، بيبتدي ان هو يكسرها، يبتدي يحرق في الدهون، ويبتدي بعد كده يستغل الجسم الدهون اللي هي بتتحرق ديت في عمليه انقاص الوزن. حلو قوي. طيب دكتور، حضرتك لسه قايل ان اللي بيكون عنده مشكله زي السكر او الضغط او الكوليسترول العالي ووزنه بيبدا ينزل، اكيد كل ده بيبدا يتظبط واحده طبعا. واحده، لكن طبعا. لو نقول هنا ان احنا هنستعمل الالياف الطبيعيه علشان نزول الوزن، هل هيبقى فيه اي تاثير عليهم، ولا الموضوع بالنسبه لهم يكون احسن بكتير؟ طيب انا دلوقتي لو حد مريض سكر وهيستخدم الالياف الطبيعيه، انت وزنك هينزل وفي نفس الوقت معدل الجلوكوز في الدم بتاعك هينزل. دايما مريض السكر دوت لما بيبتدي ياكل اي حاجه فيها سعرات حراريه، الجسم بيحولها لطاقه وتتحول لجلوكوز، الجلوكوز ده بيبتدي ان هو يرفع معدل السكر في الدم. فانا النهارده اديت لك الوجبه ما فيهاش اصلا كالوريز، ما فيهاش طاقه، فبالتالي انت شبعت وفي نفس الوقت ما خدتش سعرات حراريه. تمام. فبتلاقي دايما معدل السكر بتاعك هيبتدي ان هو يقل. حلو قوي. احنا معانا تليفون استاذ ابراهيم. استاذ ابراهيم استخدم العلاج بالالياف الطبيعيه، هيحكي لنا دلوقتي قصته باختصار. استاذ ابراهيم، الو. الو. ايوه استاذ ابراهيم، ازاي حضرتك؟ اهلا بحضرتك، اتفضل. الله يعزك، الله يبارك لك. بصراحه المنتج بامانه يعني يعني خيال. انا خدته من اول يوم، اقسم لك بالله، من اول يوم، من اول كيسه حسيت ان انا شبعان. ما شاء الله. استاذ ابراهيم، حضرتك عندك كام سنه؟ عندي 51. ما شاء الله، ربنا يدي لحضرتك الصحه. طيب قول لي حضرتك كنت وزنك زياده قد ايه، او وزن حضرتك كان كام كيلو؟ كان 109، دلوقتي 104.5. كان 109، دلوقتي 104.5. في قد ايه حضرتك بقالك بتستخدم المنتج؟ يعني حوالي بتاع 17 16 يوم. ما شاء الله، يعني لسه ما كملت الشهر كمان. لا لسه. طيب بما ان حضرتك يعني في الخمسينات، السن الجميل طبعا، عايزه حضرتك تقول لي هل عانيت من مثلا دوخه، من حاجه، مشكله في النفس، او بهزلان، او اي حاجه بعد ما اخذت المنتج، ولا المنتج ما عملش مع حضرتك اي اعراض جانبيه؟ ما فيش اي حاجه خالص، اي حاجه، الا انا نفسي يعني بدل ما كنت باكل كتير بقت العمليه خفيفه، لكن اللي نفسي فيه كله بقى. يعني حضرتك برضو بتاكل كل اللي نفسك فيه، مش عامل رجيم يعتبر يعني؟ لا 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 لا، نفسي فيه كله باكله. انا بشكر حضرتك جدا على اتصال حضرتك، شرفتنا بالمكالمه الجميله دي. دكتور يعني 51 سنه ومتفائل بان هو لسه كمان ما كملش شهر وخس 4 كيلو، طبعا يعني طبعا احنا دايما بنقول يعني متوسط نزول الوزن من 6 ل 8 كيلو، لكن في ناس بتنزل اكتر من كده بكتير، بس زي ما بنقول ده المتوسط العالمي، يعني طبعا. اللي احنا بنضمنه لاي حد بياخد الالياف الطبيعيه من 6 ل 8 كيلو. في ناس بتنزل اكتر، ده من اختلاف جسم لجسم، انديفيدوال فاريشن، من شخص لشخص. طيب دكتور، لما نبدا ناخد الالياف هنبدا نحس بنتيجه معانا بعد قد ايه؟ يعني احنا شايفين استاذ ابراهيم بيقول انا بقالي 17 يوم قوي. يعني انا بيعجبني الاسئله من النوع دي، النتيجه دايما كله هيسال على هو النتيجة. ده اللي احنا دايما بندور عليه. بالظبط، يعني لازم نحط في الاعتبار ان المنتج اورجانيك وطبيعي، فما تتخيلش ان انت من داي 1 ان انت وزنك هينزل. لان المنتجات الكيماويه بتاعت زمان كانت اول ما انت بتاخدها في اول 3 4 ايام بتنزل لك كميه سوائل كتيره جدا من جسمك، فتحس ان انت جسمك نزل 2 3 كيلو ويثبت على كده. تمام. ما بينزلش تاني، او لو نزل بينزل بصعوبه. في المنتجات الطبيعيه الموضوع مختلف، الموضوع بيتاخد واحده واحده، سنه سنه بس. تمام. نقدر فعلا نشوف الفرق امتى؟ اسبوعين كاملين من الاستخدام، اسبوعين كاملين من الاستخدام، بناخده قبل الغداء بنص ساعه، وقبل العشاء بنص ساعه،
نستمر لمدة أسبوعين ونوزن بعد أسبوعين. تمام. معانا تليفون أستاذة أميرة هتحكي لنا برضو عن تجربتها مع العلاج بالألياف الطبيعية. أستاذة أميرة ألو. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا بحضرتك، اتفضلي. أهلا حبيبتي. اتفضلي دكتور خالد عبد العزيز معايا. أيوة اتفضلي الدكتور سامع حضرتك، قولي لي كانت مشكلتك إيه وبعد ما أخدتي الألياف دلوقتي حاسة بإيه أو الفرق معاكي إيه؟ لا الفرق كبير طبعا، انا اخدته اسبوع واحد بس نزلت 6 كيلو ما شاء الله. كنت 93 بقيت حاليا 87 ما شاء الله في اول اسبوع بس. في اول اسبوع. انت طيب ناويه بقى قولي لي تكملي قد ايه كده وعايزه توصلي الوزن قد ايه؟ عايزه اوصل باذن الله ل 75 باذن الله. جميل. طيب بما انك بقى بنوته كده واحنا كنا لسه بنقول ان البنات بتخاف على بشرتها وشعرها وضوافرها والحاجات الحلوه دي، لا ما دام حاسه باي فرق قولي لي يا اميره، حاسه باي فرق في الشعر والبشره او تعب جسماني انت حاساه؟ لا لا خالص والله. تمام. يعني الموضوع معاكي كمان برضع وعندي بيبي 7 شهور بس ما شاء الله. مفيش فرق خالص وتمام كله. بشكرك يا اميره جدا على اتصالك، ميرسي ليكي نورتينا. دكتور خلينا نرجع لاهم سؤال ممكن كل اللي بيشوفونا النهارده يسالوه، انا لو اخذت الالياف الطبيعيه لفتره معينه وبعدين وصلت للوزن اللي انا عايزه ووقفتها هرجع اتخن تاني؟ لان طبعا احنا عارفين قصه الرجيم، احنا بنمشي في الرجيم ولما بنوقف ممكن نرجع اكتر من الاول تاني، الالياف بقى ظروفها ايه معانا في النقطه دي؟ طيب خلينا نقول كلمه رجيم لو هنترجمها هو عباره عن نظام غذائي. تمام. فنظام غذائي ده مش بس لفتره معينه، ده فور لايف لحياتنا كلها. ان احنا ناخد كل الحاجات المفيده لجسمنا ونبتعد عن الحاجات المضره لجسمنا. تمام. كون الالياف الطبيعيه منتج طبيعي فمعناها ان انا وزني لما بينزل ما بيرجعش مره ثانيه، على عكس المنتجات الكيماويه. تمام. زي ما قلت لك المنتجات الكيماويه اول ما الواحد بياخدها بينزل السوائل في جسمه، يا بيثبت او بينزل بصعوبه جدا. تمام. واول ما يبطلها جسمه بيبتدي ان هو وزنه بيزيد كتير جدا. في الالياف الطبيعيه الموضوع مختلف تماما، الوزن اللي بينزل ما بيرجعش تاني. يعني احنا يا دكتور وانس ان احنا خلاص وقفنا كده وصلنا للوزن المثالي بالزبط. مش هنرجع تاني. لا مش هنرجع تاني، بس احنا بنحافظ في الاكل بتاعنا. يعني احنا بقى بنمشي بنغير اللايف ستايل بتاعنا، يعني اكيد هي حاجه صحيه طبعا، طبعًا. ان احنا ماشيين كل ده باكل صحي وطبيعي. الواحد لما بيبقى هو تخين تبقى حجم المعده بتاعته كبير، وهو لما بيخس وزنه بينزل حجم المعده بتاعه كمان بينزل. صحيح. دكتور بقى انا عايزه من حضرتك النهارده نصيحه اخيره لكل اللي بيشوفونا النهارده سواء بنات او شباب او كبار في السن حلوين زي استاذ ابراهيم اللي كلمنا، نصيحه حلوه لكل اللي النهارده وزنه زياده وخايف ياخد خطوه رجيم او خايف ياخد دواء فيه اي منتجات كيماويه زي ما حضرتك قلت. طيب هي بدايه انا عايز اقول لكل الساده المشاهدين اطمن تماما مع الالياف الطبيعيه، البرودكت دوت برودكت عالمي مش على قد مصر بس، موجود في اوروبا موجود في امريكا وموجود في كندا. الالياف الطبيعيه كل اطباء العالم الكبار المتخصصين في التغذيه اتكلموا عليه، فانت النهارده بتاخد منتج طبيعي مفيش اي سايد افكت، ملوش اي اثار جانبيه نهائيا، وكمان بنضمن لك متوسط نزول الوزن من 6 ل 8 كيلو في الشهر. دكتور نورتنا النهارده، وقتنا جري مع حضرتك بسرعه بس كانت فقره جميله واتمنى ان هي تتكرر تاني علشان الموضوع حلو وناس كتير مهتمه النهارده بان هي تنزل في الوزن، لكن دايما بنخاف على شكلنا الحلو وعلى جسمنا وخاصه البنات، عشان لازم نهتم قوي 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 بالبنات ان هي ما تتعرضش للهبوط الشديد او البشره او ترهل في البشره او الصفار اللي دايما بنشوفه لما واحده بتبقى عامله رجيم. نورتنا يا دكتور النهارده ليك. ولازم يكون لنا بقيه للحوار الجميل إن شاء الله. النهارده اتكلمنا على الرجيم وازاي اعمل رجيم صح ونحقق المعادله ان احنا في الاخر نكون طالعين بصحه حلوه وشكل حلو وكل حاجه فينا سليمه، مفيش اي حاجه باظت مع الادويه اللي احنا دايما بناخدها بتكون فيها شويه حاجات كده مش لذيذه، لكن احنا النهارده اتكلمنا على الياف طبيعيه زي ما الدكتور قال كلها امنه جدا حتى مع البنات اللي بترضع، الستات اللي بترضع وكمان الستات الحوامل. كان معانا النهارده منورنا دكتور خالد عبد العزيز، ماجستير النباتات الطبيه كليه الصيدله، دبلومه التغذيه والتخسيس من الجامعه الامريكيه، عضو الجمعيه الكنديه لامراض السمنه. استنونا فقرة جديدة من عيش صح.